يقول لك في الام سي كيو اللي هي الترانزيشنال زون ما بين الكوندكتنج والريسبيراتوري بارت. ترى هي تيتا برونكيول ولا ريسبيراتوري ولا البيج برونكيول والثلاثه برونكيول، فما شاء الله تبقى انت فاهم مش عارف انا فين. فهو الترانزيشنال هي الريسبيراتوري برونكيول. طيب قلنا كمان المره اللي فاتت تركيب البيج برونكيولز شرحناها بالتفصيل، وقلنا التيرمينال برونكيولز هي تقريبا زي البيج بس كل اللي حصل ان الدايمتر بتاعها بقى اصغر شويه، والابيسيليم بتاعها بدا يوطى شويه. احنا اتفقنا المره اللي فاتت برونكيولز البيج كانت لايند بايه، حد فاكر؟ كولمنر سليل. لما هنزل على التيرمينال برونكيول هينزل شويه هيبقى كيوبيكال سليل، كيوبيكال اصغر من كولمنر شويه او كيوبويدال سليل. هننزل على الريسبيراتوري ستيم كيوبويدال. بس تعالى بقى يا دكتور ناخد سيكشن كده في الريسبيراتوري برونكيولز ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس قبل ما نتكلم عن الريسبيراتوري برونكيول تعالى نكمل التري تاني اللي نجحها. هو بعد الريسبيراتوري برونكيولز هلاقي البرونكيولز دي بتنتهي بطريق كده. الطريق ده عباره عن الفيولاي، الفيولاي من ناحيتين، طريق مرصوف بالالفيولاي سميناه الفيولار داكت. الفيولار داكت دي لو وصلت الاخيره هتلاقي فيه كيسين كده او ثلاثه او اربعه على حسب فاتحين في قلب الداكت سميناه الفيولار ساك. وما هو الساك؟ شويه الفيولاي بيفتحوا في سبيس واحد، تمام؟ امال ايه الداكت؟ طريق مرصوف من ناحيتين بالالفيولار. طيب يبقى احنا فاضل نتكلم على الثلاث اجزاء دول، ريسبيراتوري برونكيولز، الفيولار داكت، والالفيولار ساك اللي هي عباره عن الفيولار. تعالى بقى نروح نبدا باول واحده فيهم ريسبيراتوري برونكيول. لما جينا خدنا سيكشن وبصينا عليها مش كتير دي اخر حاجه اهتمنا بيها، كلارا سيلز اللي كانت في برونكيولز، وخدنا مقارنه ما بين انترا بالمونر برونكس وبرونكيول. تعالى بقى نبدا نتكلم على ريسبيراتوري برونكيول. ريسبيراتوري برونكيول ايه اول سميناها ريسبيراتوري؟ عشان بتقوم بوظيفه جاز اكسشينج عن طريق ان الجدار بتاعها فاتح فيه. ده مين ده؟ الجاز دي اللي هي الالفيولار. طالما فاتح في الجدار بتاعها الفيولار يبقى هتعرف تعمل جاز اكسشينج، عشان كده سميناها ريسبيراتوري برونكيول. الدايمتر بتاعها حوالي نص مللي، صغير جدا جدا. طيب لما جينا بصينا على الجدار لقيناها متبطنه بالخلايا دي. انا خدت حته من الانبوبه بتاعت الريسبيراتوري برونكيول وكبرتها بره هنا. الخلايا دي شكلها عامل ازاي؟ كيوبيكال سيلز لايند باي كيوبيكال سيلز وذ نيوكليس سنتر اراوند النيوكليس. عليها سيليا ولا ما عليهاش؟ عليها. كتير ولا قليل؟ بتقل. ليه يا دكتور؟ ما انا كل ما انزل لتحت خلاص مش محتاج الابسيليم يبقى عالي قوي لان الدايمتر ضيق، لو الابسيليم عالي هيتساب. ومش محتاج سيليا قوي لان خلاص انا اي حاجه نازله السيليا فوق ما انا عايزها، فما بقاش في حاجه تنزل تعدي توصل لغايه تحت. فمش محتاج لا السيليا ولا الايه؟ الابسيليم يبقى عالي قوي بالنسبه لي. فلو جيت بصينا على السيلز هنلاقي شكلها عامل ازاي؟ لو كيوبيكال سيلز ويز فيو سيليا. تحت منها يا دكتور في كونكتيف تيشو، لانها مش كان الاستيك فايبرز، وساعات الاقي في سموث ماسل. خد بالك ان الماسل هنا مش عامله كومبليت لير زي مين؟ زي البيج برونكيوز. في البيج برونكيوز كانت لير كامله محوطه حوالين، وقلنا هناك بتبقى تخينه عشان تاكت از سفنكتر تتحكم في الدايمت. امال هنا يا دكتور؟ لا، هنا السموث ماسل جاست موجوده تحت الديبسيليم، لكن في الاماكن اللي فيها الالفيولاي ايه اللي حصل للماسل؟ مفيش ماسل حواليها. ليه يا دكتور؟ عشان يسمح بالجاز اكسشينج. ولو في ماسل هنا ان شاء الله الالفيولاي مش هتعرف تعمل جاز اكسشينج. فالماسل جاست اندر الاماكن اللي فيها ديبسيليم. طب الاماكن اللي فاتح فيها الالفيولاي ديت؟ لا، مفيش ماسل هنا حوالين الالفيولاي دي. تمام كده؟ ده الريسبيراتور برونكيوز. بعد الريسبيراتور برونكيوز هنخش على الفيولار داكت. وقلنا يعني ايه داكت؟ داكت يعني طريق كده هتلاقيه على الناحيتين دايما فاتح فيه الفيولاي. في حاجه ثانيه غير الالفيولاي موجوده في الجدار، ساعات بيبقى فيه برضه لو كيوبيكال ديبسيليم بالمنظر ده. سيليتد ولا نان سيليتد؟ السيليف ده. وفي كتب تانية بتقول ان الضغط جاست الفيولاي على الناحيتين، يعني مفيش ايبيثيليوم اصلا. لا، هنمشي مع الايه؟ هنمشي مع الراي الاول لان ده الكتاب بتاعنا بيبقى متبنيه ان الالفيولار دكت فاتح فيها الفيولاي على الناحيتين، بس ان بتوين الالفيولاي ممكن الاقي فيو ايبيثيليال سيلز شكلها كيوبيكال ولكنها نان سيليتد. خد بالك ان انا عمال اكد على الايبيثيليوم قوي قوي، عشان في سؤال جه سنه من السنين امتى ده؟ جالنا احنا في امتحان ايام ما كنت قدكم كده في سنه ثانيه، جاي لنا سؤال given account on epithelial of respiratory tract.
مش ريسبيراتوري ابيسيليم. مش هنخدها الصفات ريسبيراتوري ابيسيليم. لا ده هو جاب السؤال في ابيسيليم وفي ريسبيراتوري تراك. استوب. تعرف عاوز ايه؟ كل عاوزك تبدا من فوق من نيزل كافيتي لغايه ما توصل للالفيولاي تحت. انت متخيل السؤال؟ كلنا او يعني ثلاث ارباع الدمعه بتاعتنا قالوا ريسبيراتوري ابيسيليم. يعني مين اللي عملوا ريسبيراتوري تراكت بتاع خمسه سته اللي هم الاولين؟ وبعدين يا دكتور طبعا لان كل الدفعه كده هتشيل السؤال عدهم اللي عامل ده صح واللي عامل ده صح. بس بعد كده ما اعتقدش انها هتتعدى. ليه؟ لانه نبهوا عليه. هما الاثنين انابيب بس هنا كميه الالفيولاي بتبقى اقل، لكن هي بتبقى الالفيولاي دايما على الناحيتين قصاد بعض كده بالمنظر ده. كميه الالفيولاي اكتر بس، لكن هما الاثنين شبه بعض. والدايمتر طبعا كل ما انزل لتحت بيقل. السيليم بيقل هنا كيوبيكال والسيليم هنا بقى له كيوبيكال ومن غير سيليم بس في شويه تغيرات. طيب يبقى الالفيولار داكت ده عباره عن خروج طريق مصفوف من ناحيتين بالالفيولار. ان بتوين الالفيولاي ممكن الاقي شويه كيوبيكال سيلز يبقى له كيوبيكال سيلز وهنا نان سيليم على عكس الاسبيراتوري بنكيول اللي السيليم هنا ستيل عليه فيو سيليم. تحت الابيسيليم ممكن الاقي برضو شويه سموث مصل وشويه الاستيك فايبر، لكن حوالين الالفيولاي لا مفيش الايه؟ سموث مصل ولا الاستيك فايبر. طيب ده بالنسبه للالفيولار داكت. هو انت بتيجي ليه في الحتت دي؟ اصل ما حدش بيسالك الحاجات دي. السؤال اللي ممكن يجي زي ما بقول لك هو جاوب التصيغه دي، الحتت دي مش هتتكتب في سؤال عمرها الا لو ام سي كيو جاي يسالك دايركت كده الالفيولار داكت لايند بايه مثلا؟ او الحل الثاني السؤال اللي انا قلت لك عليه ده يجي يقول لك جيفن اكونت اون ابيسيليم اوف ريسبيراتوري تراكت ويقول لك اتصرف. فحضرتك المفروض هنتكلم في ايه بسير ريسبيراتوري تراك. لما نخلص الابيسيليم كله ان شاء الله هقول لك السؤال هيتجاوب ازاي. تمام. هو عاوزك تقول كل جزء في ريسبيراتوري تراك لايند بايه، ولو في حاجه هتتشرح هتتشرح. يعني المفروض انك هتشرح ريسبيراتوري ابيسيليم وتقول الحاجات دي كلها لايند بايه، ولما هتوصل للالفيولاي هتعرف كمان شويه انها لايند ب 2 تايبس اوف سيلز هيتشرحوا هم كمان. فهو سؤال كان كبير، كان سؤال بقى نازل ب 10 درجات مش صغير. تمام. احنا عندنا كوندكتنج بورشن وريسبيراتوري بورشن. صح. ايوه هناخده ايوه هو على بعضه كده ريسبيراتوري تراكت عاوز كله. تمام. طيب اللي عليه الدور دلوقتي هو الالفيولار ساك. الالفيولار ساك يا دكتور ده عباره عن ايه؟ شايف الضغط بتاعتنا انتهت بكيس 2 3 4 5 10 ايا كان العدد انتهت بكذا كيس. كذا كيس دولت هم الالفيولار ساكس بيفتحوا في قلب سبيس واحد عشان كده بسمي ده الفيولار ساك. الفيولاي كيس ده الفيولاس بيفتحوا كلهم في كومن سبيس اسميه الفيولار ساك. مش عايز حد تخش شافه يسالك يعني ايه يا ابن الفيولار ساك؟ يعني كيس يا دكتور. كيس ايه يعني؟ كيس الفيولار يعني جروب اوف الفيولاي بتشير كومن سنتر او كومن سبيس بيفتحوا فيه. تمام؟ طيب الالفيولار ساك ده تركيبه عباره عن ايه؟ الفيولاي. اذا يعني من الاخر يا دكتور انت هتشرح ايه في الالفيولار ساك؟ هشرح الالفيولاي والله مش هشرح حاجه جديده. طيب الالفيولاي دي لما نيجي نبص عليها الكيس الواحد من دول عباره عن شكلها عامل ازاي؟ شنطه ساك لايك انفاجينيشن موجود بالمنظر ده. لما جينا بصينا عليها لقيناها لايند بكام نوع من السيلز؟ نوعين اتنين من الخلايا. اظن انت عارف المعلومه دي من فسيولوجي، نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2. ورينا صوره كده يا دكتور. هتلاقي شكل الساك كده بالمنظر ده كده متبطنه بخلايا اللي هي الفلات دي نيوموسايت تايب 1 ولا 2؟ 1. والخلايا الكولمزر دي او الكيوبيكال دي نيوموسايت تايب 2. تمام؟ طيب ويجي يقول لك جيفن اكونت اون الفيولار ابيسيليا. يعني الابيسيليا الموجود اللي في قلب الالفيولاي. وده ممكن يجي سؤال بيجي سؤال ازاي يا دكتور؟ كومبيت بتوين تايب 1 نيوموسايت تايب 2 نيوموسايت. معرفش الكتاب عندكم كاتبها مقارنه ولا لا. حتى لو مش كاتبها مقارنه احنا ممكن نعملها مقارنه. تمام؟ وممكن يجي يقول لك كلمنا قافل ابيسيليا على بعض كده وخلاص بيسيبك تتصرف يعني. تمام؟ فده موجود وده موجود. ايا كان السؤال الموضوع مش صعب يعني احنا هنتكلم عن دي وعلى دي. تايب 1 نيوموسايت الوظيفه بتاعتها ايه؟ حد يعرف؟ كلنا عارفين. تعمل ايه تايب 1؟ طب تايب 2 بتعمل ايه؟ تايب 2 سيرفكتنت. سيرفكتنت الحمد لله احنا عارفين ان تايب 2 وظيفتها الاساسيه تكون سيرفكتنت. يبقى تايب 1 وظيفتها ايه؟ جاز اكستشينج اكيد. تمام؟ انا لسه ما قلتش حاجه، احنا بنجيب معلوماتكم في الفسيولوجي الاول وبعد كده هنكمل عليها ان شاء الله. فتايب 1 نيوموسايت هي المسؤوله عن الجاز اكستشينج، اما تايب 2 مسؤوله عن تكوين السيرفكتنت. طيب يا دكتور عايزين نتكلم كلام هيستولوجي بقى. لما نيجي نبص على الكيس بتاع الالفيولس بتاعنا ده، الكيس اللي قدامنا ده اللي هو بتاع الالفيولس المرسوم قدامنا ده، اغلب الخلايا اللي فيه تايب 1 ولا تايب 2؟
1، يعني نسبتهم قد ايه كده يا دكتور؟ 98% من خلايا الالفيروس تبقى تايب 1، 2% بس بيبقوا تايب 2. اول نقطه مقارنه نسبه كل واحد فيهم، طالب نعرفها. لازم تبقى عارف ان اغلب 98 او 97% من الخلايا تايب 1، اما تايب 2 دي بتبقى حوالي 2% بس من الخلايا. طيب نوصف الخليتين يا دكتور. الخليه دي لو جينا نكبرها تحت هنا تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي شكلها عامل ازاي؟ هنلاقيها فلات سيل وليها فلات نيوكليس وحواليها ليتل اماونت من السيتوبلازم ولا اي حاجه خالص، زي اي خليه فلات سمبل سكويمس ابيثيليم بتاع سنه اولى، هو 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 بالظبط. شكلها فلات سيل ليها فلات نيوكليس وليتل اماونت من السيتوبلازم حوالين النيوكليس ده. ده وصف الخليه بتاعتنا باللايت مايكروسكوب. تحت الالكترون مايكروسكوب مفيش حاجه مميزه فيها، شويه اورجانيلز حوالين النواه بس، لقينا فيها اكياس كده بتتكون من السيل ميمبرين وتدخل تقعد جوه. تحتوي على ايه الاكياس دي؟ تحتوي على فلويد سبستانس، ماده دايبه فلويد كده، تعمل حفره يدخل جواها الفلويد وبعدين تنفصل. الكيس اللي بيتكون ده بنسميه بيلوسيتيك فيزيكال، جاي منين وشاهد ايه؟ هنعرفه من شويه. تمام؟ طيب يبقى يا دكتور النيوموسايت تايب 1 نسبتها حوالي 98%، مكانها في الالفيولار. الخلايا بتاعتنا دي لو جينا بصينا عليها باللايت مايكروسكوب فلات سيل، والنيوكليوس فلات نيوكليوس، والسيتوبلازم ليتل اماونت حوالين النيوكليوس. تحت الالكترون مايكروسكوب في فيو اورجانيز بس ما تنساش ان فيها بينوسيتيك فيزيكال. تحت الالكترون مايكروسكوب لقينا في حاجه غريبه قوي يا دكتور، ان السيلز دي مربوطه مع بعضها عن طريق ده. ايه ده يا دكتور؟ لقينا في تايت جانكشن وفي ديزموسومز ان بتوين السيلز، يعني في جانكشن كومبلكس تقريبا موجود ما بين الخليتين دول، بس لا وما بينها وما بين الخليه اللي جنبها كمان نيوموسايت تايب 2. ليه؟ مش عارف والله، هنعرف كمان شويه. تمام؟ طيب عرفنا كده التركيب حلو، ايه الوظيفه بتاعت الخليه ديت؟ جاز اكسشينج، بتاخد اكسجين يا دكتور اللي جاي اهو، مش هنا بيجي اكسجين ندخله لهنا، هنا فين؟ هنا تحت منها في بلاد فيزل. فين البلاد فيزل ده؟ ما بين الالفيولاس والثانيه في حاجه اسمها انتر الفيولار سيبتم، هنعرف تركيبه دلوقتي بالتفصيل. الانتر الفيولار سيبتم ده في بلاد كابيلاريز في المكان ده كده في قلب الانتر الفيولار سيبتم اللي ما بين الالفيولاس والثانيه. البلاد كابيلاريز دي بتبقى لازقه دايركت على الخليه بتاعت النيوموسايت تايب 1 بحيث ان الاكسجين يعدي من هنا للكابيلاري. تمام؟ هنشوفها دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله، بس المهم ان انا عرفنا يا دكتور الخليه دي وظيفتها انها تاخد اكسجين توصله للبلاد فيزل وتاخد سيتون بلاد فيزل تدخله لليومن بتاع الالفيولار. حد عنده مشكله كده؟ طيب هل ليها وظيفه ثانيه الخليه دي؟ ايه الوظيفه الثانيه يا دكتور؟ المفروض العادي العادي ان في كابيلاريز زي ما احنا رسمين كده موجوده في الانتر الفيولار سيستم هنا. الكابيلاريز دي بترشح بلازما في قلب الانتر الفيولار سيستم. مش بس اللازمه ده كمان في شويه خلايا ساعات بيطلعوا هنا. هل مسموح للفلويد ده يخش جوه الالفيولاي؟ لا طبعا. ليه؟ اصل لو في فلويد جوه في قلب الالفيولاي ان شاء الله مش هتاخد نفسك، مش هتعرف تاخد نفسك. تمام؟ ليه؟ الاكسجين مش عارف يعدي من الفلويد ده. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا دول. مين دول؟ التايت جانكشن والديزموسوم. ليه موجودين هنا؟ عشان الفلويد اللي هيترشح من الكابيلاريز يفضل في الانتر الفيولار سيستم ما يعديش لجوه الالفيولار. عارف لو دول مش موجودين الفلويد ده هيعدي ان بتوين السيلز ويدخل جوه، وان شاء الله الالفيولاي هتتغرق بالميه، وان شاء الله هيقابلوكوا في المستشفى ان شاء الله الناس دول. تلاقي واحد جاي خصوصا اللي بيحصل لهم تسمم من المبيدات وحاجات دي، جاي بيبقى غرقان في الافرازات بتاع الجسم، لدرجه الالفيولاي دي بتبقى مليانه ميه مش عارف ياخد نفسه، مش عارف يتاخد اي نفس خالص خالص، الدنيا قاطعه. ليه؟ لان في ميه وصلت هنا. وفي حد تاني يا دكتور ممكن يوصل ميه هنا؟ في ناس تانيين برضه هيقابلوك في المستشفى يوصلوا لهم ميه في المكان ده، كل شكوته انه مش عارف ياخد نفس يا دكتور خالص. حلو، يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل دول اللي هم التايت جانكشن والديزموسوم عشان يمنع الباسج اوف فلويد منين لفين؟ من الانتر الفيولار سيبتم لليومن للتجويف بتاع الالفيولار، ودي من ضمن الفانكشن بتاعه النيوموسايت تايب 1. من ضمن الفانكشن بتاعتنا النيوموسايت تايب 1 هي لها كمان فانكشن؟ هنقولها لما ناخد الخليه دي. مين الخليه دي يا دكتور؟ دي النيوموسايت تايب 2 اللي هي دي. حلو، تعالى نوصف نيوموسايت تايب 2، قلنا نسبتها قد ايه؟ 2%، وظيفتها ايه؟ تطلع سيرفكتن. ايه السيرفكتنت ده؟ عشان تساعد الاكسبانشن بتاعت انتوا مش خدتوا الاسبوع اللي فات؟
يعني اهم موضوع كان عندكم في الريسبيريشن تقريبا تقريبا مفيش حد فيكم دخل الشفا والريسبيريشن الا ما بيتسال فيه. هو اكتر سؤال في الشفا بيتسال خالص غيره. طيب السرفكتان ده عباره عن ايه؟ طب تركيبه الكيميائي ايه؟ طيب ليبيدز مين في بروتينات ولا مفيش؟ في نسبه بروتين برضه تمام، بس المين ستراكشر فيه فوسفوليبيد او الليسنس اللي انتوا خدتوها في الفسيولوجي وداخل في تركيبه شويه بروتين. هو انت بتقول المعلومه دي ليه؟ عشان اقول لك ان الخليه دي فايدتها في الحياه انها تصنع ايه؟ الفوسفوليبيد السرفكتان تمام. حلو، واي خليه بتصنع دهون محتاجه ايه؟ محتاجه سموث اندوبلازميك ريتيكولم محترمه وميتوكوندريا تديها انرجي والديفلوبد جولجي اباريتس عشان يطلع الافرازات دي. يعني يا دكتور هلاقي فيها اس اي ار الانابيب بتاعت السي ار وهلاقي فيها ايه ده دكتور في ار اي ار كمان؟ اه لانها بتصنع بروتين، لان في جزء بروتين في السرفكتان وبتصنع بروتين لفايده ثانيه مش هنقولها دلوقتي. طيب يبقى في السي ار وار اي ار وفي مين كمان؟ ميتوكوندريا ومين كمان؟ ويل ديفلوبد جولجي ابريتس. السرفكتانت اللي بيتكون في قلب اكياس واخده الشكل ده، الاكياس ديت هتسمها بره هنا اهي تبقى واخده المنظر ده كده. ايه ده يا دكتور؟ ده كيس اكنه معمول في صوره طبقات ليرز كده، بنسميه مالتي لاميلر جرانيولز. اسمه ايه؟ مالتي لاميلر جرانيولز. ده بيبقى فيه مينلي الفوسفوليبيدز اللي متصنعه عن طريق الاس اي ار ونسبه البروتين اللي اتصنعت عن الار اي ار عشان يكون السرفكتانت بتاعنا متخزن جوه الجرانيولز اللي اسمها ايه؟ مالتي لاميلر جرانيولز. بعد شويه يا دكتور مالتي لاميلر جرانيولز بتطلع محتواها على السطح. هو ايه محتواها اللي هو السرفكتانت؟ عشان يعمل ايه على السطح؟ يمنع الكولنيرز اثناء الاكسبيريشن، انه بيعمل بيقلل السيرفس تنشن اللي موجود بتاع الالفيولاي فيمنع الكولابس بتاع الالفيولاي دي مينلي ديورنج الاكسبيريشن. اظن المعلومات دي فيسيولوجي عندكم يعني تمام. طيب حلو يا دكتور، ده التركيب تحت الالكترون مايكروسكوب. في اللايت مايكروسكوب بقى يا دكتور حبان شكلها عامل ازاي؟ تعال نوصف شكل الخليه ايه؟ كيوبويدال او كيوبيكال سيل نيوكليس سنتر راوند النيوكليس. طب السيتوبلازم يا دكتور؟ والله مش هنجيب سيرته. ليه؟ ايه ما جابش سيرته تمام؟ يعني مش هنقول اي تفاصيل ازرق احمر اخضر، لا هو كده هو بس تمام؟ حلو، تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي الخليه دي فيها اس اي ار يا دكتور عشان تصنع الليبيد اللي هيكون السرفكتان، وفيها شويه ار اي ار تصنع البروتين اللي بيتساعد في تكوين السرفكتان، وفيها ميتوكوندريا طبعا، وفيها ويل ديفلوبد جولجي ابريتس، وما تنساش اهم حاجه فيها السرفكتان اللي متخزن فيه مالتي لاميلر جرانيولز اللي تحتوي على الفوسفوليبيدات والبروتينات. حلو يا دكتور، ده التركيب تحت الالكترون مايكروسكوب. ايه الفانكشن؟ صنع سرفكتان اللي هو بيعمل ايه؟ بيقلل السيرفس اريا، سوري بيقلل السيرفس تنشن ديورنج الاكسبيريشن يمنع الكولابس. دي اول وظيفه. طب هل ليها وظائف ثانيه يا دكتور؟ اه لو ان السرفكتانت اللي بيطلع ده اهو بيأكت اس بكتيري سايدال سبستانس. يعني ايه بكتيري سايدال؟ يعني بيموت البكتيريا، بكتيريا كيلر. ايوه ان شاء الله بيأكت اس بكتيري سايدال ان شاء الله. لو في اي بكتيريا اورجانيزم اي حاجه غريبه وصلت هنا يحاول اول واحد يحاول معاه ويقضى عليها السرفكتانت ده ان شاء الله. طيب ليه وظائف تانية غير انه بيعمل سيرفس تنشن غير انه بياكت از بكتيريا سايدال؟ ايوه في كمان وظيفه، بس الوظيفه الثالثه دي بقى مش ليه هو، امال لمين؟ للخليه اللي جنبها. مش احنا قلنا النيوموسايت لها ثلاث وظائف؟ احنا قلنا اثنين منهم. قلنا ايه اصلا وظائف الثلاثه؟ ياز اكسشينج. قلنا ايه كمان؟ لا بيمنع الفلويد انه يدخل اليوم بتاع الالفيولاي عن طريق تايد جانكشن ديسبلزو. الوظيفة الثالثة يا دكتور ان السرفكتانت ده اول ما بيتكون بيبدا زي ما هو ثابت كده ولا بيتجدد؟ ما قلناش المفروض ان السرفكتانت ده بيتجدد باستمرار، مش موجود كده قاعد ساكت، لا ده طلع سرفكتانت وبعدين يا دكتور بنعمل له ابزوربشن نتخلص منه ونطلع مكانه جديد. طب عن طريق ايه يا دكتور اللي بيطلع جديد؟ عن طريق نيوموسايت تايب 2. طب عن طريق ايه بنتخلص من الادلين؟ عن طريق نيوموسايت تايب 1. مش ده فلويد بيكون له فيزيكال اسمها بينوسيتيك فيزيكال، تاخد الفلويد ده وتتخلص منه ترميه في البلاط. اه يعني انت يا دكتور عايز تقول ان من ضمن الفانكشن بتاعت النيوموسايت تايب 1 انها بتعمل ريموفال للاولد سيرفكتانت عشان النيوموسايت تايب 2 تكون نيو سيرفكتانت مكان اللي احنا شلناه. يبقى ليها ثلاثه فانكشن. هي مين دي؟ نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2 لها اثنين فانكشن، السيرفكتانت عشان يقلل السيرفس تنشن وكمان بيأكت از بكتيري سايدال سبستنس. حد عنده مشكله في اللي قلناه؟ طيب
ده بالنسبه ليك الفرق ما بين نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2. ما تنساش النيوموسايت تايب 1 نسبتها 98% و2 2%. شكل النيوموسايت تايب 1 فلات سيل ليها فلات نيوكليس وليتل اماونت من السيتوبلازم اراوند النيوكليس. اما تايب 2 بتبقى كيوبويدال او كيوبيكال سيل وليها سنتر راوند النيوكليس. السيتوبلازم بتاع الخليه دي في فيو اورجانيلز وفي بينوسيتك فيزكل. السيتوبلازم بتاع الخليه دي في ار اي ار واس اي ار وميتوكوندريا وجولجي والمالتي لاميلر بوديز. تمام يا دكتور؟ الاثنين يا دكتور في ما بينهم وما بين بعضهم تايت جنكشن وديزموسو عشان يمنع مرور المواد اليومن بتاع الالفيولار. تايب 1 وظيفتها الاساسيه جاز اكستشينج. تايب 2 بتسكريت سيرفكتنت اللي بيقلل السيرفس تنشن وبيعمل هاكت اس باكتيريسايد. حتى عندك مشكله كده؟ طيب حلو يا دكتور، كده خلصنا تركيب الالفيولاي او الالفيولاي بسي. نجاوب بقى السؤال اللي احنا قلناه من شويه ده. لو جه قال لي سؤال جيفن اكونت اون ابيثيليوم اوف ريسبيراتوري تراكت وعاوز ايه؟ عاوزك تقول له ايه اجزاء الريسبيراتوري تراكت واللايننج بتاع كل واحد. احنا اتفقنا اصلا من الحصه اللي فاتت ان الكوندكتنج بارت من اول النيزل كافيتي لغايه ما نوصل للانترا بالمونري برونكاس كله لايند باي ريسبيراتوري بسي وتشرحه. طب بعد الانترا بالمونري برونكاس هنوصل للبرونكيول. البرونكيول لايند باي سيمبل كولمنر سيليت. بعد البرونكيولز لا دي البيج برونكيول الترمينال اللي احنا لسه واخدينها النهارده سيمبل كيوبيكال سيليت. طب الريسبيراتوري برونكيول اللي خدناها النهارده برضو سيليت بس السيليه بقت فيو. طب بعد الريسبيراتوري برونكيول كان الالفيولار داكت كان كيوبيكال ولكنه نون سيليت. طب بعد الالفيولار داكت الالفيولار ساك والالفيولاي لاند بنيوموسايت تايب 1 و 2 وتشرحه. عرفت السؤال كان بيتجاوب ازاي؟ ده المفروض كان مطلوب مننا. الحمد لله انا ما حليتهوش كده عشان نبقى متفقين يعني. الحمد لله انا حليته بالايه؟ الريسبيراتوري بسيليت. مش دعوة. انا اللي سأل المشهور في الامتحانات ايه؟ ريسبيراتوري بسيليم. خلاص انا حل اللي انا عارفه ماليش دعوه هو كده ايه. طيب وفي الاخر الحمد لله على الدخلنا يعني عدلت على خير. تمام. طيب كده خلصنا يا دكتور المقارنه بين نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2. الحمد لله ما فيهاش مشاكل. طيب في حاجه بقى صغيره كده عاوزين نتعرف عليها. المفروض يا دكتور ان لو ده كيس بتاع الفيولار لاين نيوموسايت تايب 1 اهيت وتايب 2 وده كيس بتاع الفيولاي نيوموسايت تايب 1 تايب 2 ان بتوين التو الفيولاي هما لاصقين على بعض ولا في ما بينهم سبيسز؟ في سبيسز. سبيسز ديت فيها او بنسميها انتر الفيولار سيبتوم فاضيه؟ لا ده فيها كونكتيف تيشو يا دكتور وفيها البلاد فيسلز اللي هنعمل معاه جاز اكستشينج. مش في هنا كابيلاريز اسمها بالمونري كابيلاريز اللي هاس معاها جاز اكستشينج؟ المفروض انه الانتر الفيولار سيبتوم درستوه في الفسيولوجي موضوع كده اسمه انتر الفيولار سيبتوم بيشرحه. بلاش لا عشان لو هات كتاب الفسيولوجي بتاعك وطلعه معايا هو لك بس انا هو هذا هقول لك منه. مفيش حاجه اسمها لا ما هو ما ينفعش اشرح لك فسيولوجي وجاز اكستشينج من غير ما اشرح. طيب المهم هنشرحه كده كده ما تقلقش بس في ملحوظه صغيره. اوعى تتخيل الانتر الفيولار سيبتوم بالاتساع ده انا رسمه بس هل ده هو اصلا ما يتشافش. تمام. بدليل ان ساعات الالفيولاي ده هما الاثنين دول ساعات بيبقوا لازقين على بعض. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دي الفيولاس الثانيه لازقه فيها مباشره مفيش انتر الفيولاي سيستم اساسا. مش بس كده ده ساعات بيبقى في فتحات ما بين الالفيولاي وبعضها فتحات بوز بنسميها الفيولار بوز. العالم اللي اكتشفها سماها باسمه اسمها الفيولار بوز اوف خون. مين ده الاخ ده؟ لا الماني. تمام. سماها باسمه الفيولار بوز اوف خون. ايه ده يا دكتور؟ دي فتحات ان بتوين الالفيولار. فايدتها ايه دي يا دكتور؟ عامله زي الكولاترال سيركيوليشن بالظبط. كولاترال سيركيوليشن فايدته ايه؟ انا سموث. ايوه يعني فايدته ايه؟ عشان ما يحصلش. ايوه عشان لو حصل سده في القطري امشي الدم عن طريق الكولاترال دي وما ينقطعش الباس سبلاي عن الاورج. اهو ده بالظبط. بص بقى معايا لو حصل سد على مستوى البرونكيولز وليس البرونكس. انت لو سديت البرونكس كل سنه وانت طيب الرئه دي مع السلامه. لكن لو على مستوى البرونكيولز اتسدت الالفيولاي دهيت ممكن توصل لبعضها الهواء عن طريق الالفيولار بوز وتفضل شغال.
حتى ان ما كانش وصل لها عن طريق الضغط، او ما فيش الضغط هنا اتسدد يا دكتور، او البنكيون اتسدد، لا دي شغال، تقوم موصله عن طريق البورس دي للالفيولاي اللي جنبها. يعني بتاكت از كولاترالز يا دكتور؟ اه تشتغل ككولاترال لما يحصل اوبستراكشن للبرونكيوز عندنا. ده سؤال شبهه ام سي كيو هسالك فيه نظر، تمام؟ طيب امال الانتر الفيولار سيستم ده يا دكتور عباره عن ايه؟ ده السيستم او الكونكتيف تيشو اللي موجود ان بتوين اثنين الفيولار. لو جينا بصينا على السيستم ده هلاقيه عباره مني عباره عن كونكتيف تيشو، بس بدايته منين يا دكتور؟ بدايته من هنا. هنا فين؟ ده بتاع الالفيولار سيستم، متبطن بايه؟ بالالفيولار جليسيا. ندخل بعد نخش نلاقي فيه كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو ده يا دكتور في ايه يا دكتور؟ مليان على اخره الاستيك فايبرز، وفي كمان ريتيكولار فايبرز ما بتبانش على الرسم. الخيوط الحمراء دي الاستيك فايبر، بس في ريتيكولار فايبرز كمان ما بانتش على الرسم. ليه يا دكتور؟ ربنا سبحانه وتعالى حاطط هنا الاستيك فايبرز. فديتها ايه الاستيك فايبرز؟ استنشن. حضرتك المفروض ان محتاجين يحصل اكسبانشن للالفيولاي ديت والانتر الفيولار سيستم ديورنج الانسبيريشن، فالالاستيك فايبرز دي بتساعد في الاكسبانشن بتاع الالفيولاي. طب الريتيكولار فايبرز دي فايدتها ايه يا دكتور؟ طول عمرنا عارفين الريتيكولار فايبرز دي سبورت، بتلم الدنيا. اه عشان الالفيولاي دي لما يحصل لها اكسبانشن ما تتغباش علينا. يعني ايه ما تتغباش؟ ممكن يحصل لها اكسبانشن بزياده، مش هتعرف تعمل كولابس مره ثانيه، تفتح البحر كده يا دكتور مش هتقفل ثاني. اه فالريتيكولار فايبرز دي بتمنع الاوفر ديستنشن، بتمنع الالفيولس انها تزيد عن حجمها الطبيعي، يعني المفروض هي لها ليميتس تكبر فيها وتصغر تاني. لو زادت قوي مش هتعرف تعمل كولابس. فايه اللي بيمنع الاوفر ديستنشن ده؟ الريتيكولار فايبرز اللي موجوده هنا. يبقى اول حاجه موجوده الاستيك فايبرز وفي ريتيكولار فايبرز. الالاستيك تسمح بالاكسبانشن والريتيكولار تمنع اوفر ديستنشن اوفر اكسبانشن للالفيولا. في حاجه ثانيه موجوده على الرسمه في الانتر الفيولا سيستم. ايوه طبعا. مين ده؟ الكابيلاريز. مش كابيلاريز كبيره، لا ده كابيلاريز صغيره. البالمونري كابيلاريز ده من ضمن هنا في كابيلاري نتورك من ضمن المحتويات بتاعه الانتر الفيولا سيستم. في حاجه ثانيه يا دكتور موجوده؟ ايوه طبعا الخلايا دي. ايه دي يا دكتور؟ جت منين؟ والله ما انا عارف يا دكتور. هي من خلايا دي نوعها ايه؟ ده عباره عن وايت بلاد سيلز. وايت بلاد سيلز اه بنسميها يا دكتور وايت بلاد سيلز اه، بس بنزود قبلها كلمه كده اكسترا فازيتد وايت بلاد سيلز. كان ده اسمها كتير السنه الجايه في الفسيولوجي. يعني ايه يا دكتور في الباثولوجي سوري؟ يعني ايه اكسترا فازيتد وايت بلاد سيلز؟ يعني طلعت اوتسايد الفيزل وول، بره الفاسكولار وول، عشان كده بيقول عليها اكسترا فازيتد وايت بلاد سيلز اللي موجوده هنا. مين يعني يا دكتور بيطلع؟ كل الخلايا ممكن تطلع، مونوسايد ونيوتروفيل وزينوفيلز، كل ده ممكن يطلع في الانتر الفيولار سيستم. حلو، يعني انت عاوز تقول محتويات الانتر الفيولار سيستم عباره عن كونكتيف تيشو ريتش ان الاستيك فايبر عشان الاكسبانشن، والريتيكولار فايبرز عشان يمنع الاوفر اكستنشن، وسيلز عباره عن اكسترا فازيتد وايت بلاد سيلز، وشويه خلايا من بتاعه الكونكتيف تيشو. مش ده كونكتيف تيشو؟ ممكن الاقي فيه فايبروبلاست مثلا سيل، الخلايا بتاعه الكونكتيف تيشو. وما تنساش ان ريتش ان كابيلاري نتورك اللي هيحصل معاها الجاز اكستشينج. ازاي يا دكتور يحصل جاز اكستشينج؟ لازم شرط ان الكابيلاري بتاعتي تلزق دايركت على الجين ديت التايب 1 نيوموسايت. لازم يبقى في كونكشن مباشر ما بين الكابيلاري وتايب 1 نيوموسايت. ازاي يا دكتور؟ انا اعرف ان تايب 1 نيوموسايت ديت قاعد على بيزمنت ميمبرين، حلو، وبعدين في كونكتيف تيشو هنا، وبعدين في الكابيلاري. والكابيلاري دي يعني ايه كلمه كابيلاري دي؟ تركيبها عباره عن ايه؟ اندوثيليوم متبطن باندوثيليوم بالمنظر ده كده، وحواليه برضه بيزمنت ميمبرين. ده اي كابيلاري في الدنيا كده؟ اندوثيليوم وحواليه بيزمنت ميمبرين. طب والالفيولاي فيها تايب 1 نيوموسايت وتحتيه بيزمنت ميمبرين، ما بينهم في كونكتيف تيشو. في الاماكن اللي هيحصل فيها جاز اكسشينج الكونكتيف تيشو ده بيتشال من هنا خالص، ونلزق دول على بعض. مين دول؟ الكابيلاري يلزق مباشره على مين؟ على تايب 1 نيوموسايت، بحيث اننا نقلل المسافه اللي هيعدي فيها الاكسجين من هنا لغايه ما يوصل جوه هنا، او CO2 اللي هنا على ما يوصل هنا. الحاجز اللي موجود ما بين الاكسجين اللي موجود في الحته في الالفيولاي في اليومن والبلاد اللي موجود في الحته في الكابيلاري، هو المنطقه دي اللي هو عباره عن اتحاد الاثنين دول مع بعض، بنسميه بلاد اير بارير. اسمه ايه؟ بلاد اير بارير.
البلاد اير بارير. سؤال امتحانات مهم جدا جدا جدا. طب يا دكتور ورينا رسمه كده للاثنين لازقين في بعض. اهو انا نزلت لك الاثنين في بعض. مين يا دكتور؟ انا ما كملتش رسمه القلب بس عايز اكملها لك. مفيش مشاكل، دي بقيه الدايره بتاعت القلب بس. تمام، متبطله بمين؟ بتايب 1 نيوموسايت. مين ديت؟ البلاد كمان اللي متبطله بمين؟ بالاندوثيليال سيلز. تحتها ايه؟ بيزمن تمبرين. ودي تحتها ايه؟ بيسمن تمبرين. ايه اللي بيحصل يا دكتور لما نيجي نكون بلاد اير بارير، حاجز ما بين الاير اللي موجود هنا والبلاد اللي موجود هنا؟ التو بيسمن تمبرين بتاع الكابيلاري وبتاع التايب 1 نيوموسايت بيحصل ما بينهم فيوجن كومبليتلي. ليه يا دكتور؟ عشان يقلل المسافه اللي هيعدي فيها الاكسجين. وبكده يا دكتور البارير طبقاته عددها قل. تعالى كده نتكلم على البلاد اير بارير. احنا حطينا قاعده في اول حصه خدناها سوا ان اي بارير هنتكلم عليه هنقول فيه ثلاث عناوين. ايه بقى؟ حلو. اول حاجه تعريف البارير ده ما بين ايه وايه، ثاني حاجه الاستراكشر بتاعه تركيبه عباره عن ايه، واخر حاجه الفانكشن. تمام كده، دي الوظيفه او ده اي بارير في الدنيا لازم تقول الثلاث عناوين دول. هو انت متاكد على الكلام ده ليه يا دكتور؟ عشان والله والله احنا في اخر السنه اللي بيصحح لو لقى الرسمه ولقى الكاتب ثلاث عناوين ديفينيشن استراكشر فانكشن، عارف هيعمل ايه؟ هيروح داخل بص على الاستراكشر، لقى التركيب او الطبقات اللي بتاعت الاستراكشر مكتوبه صح، بس خلاص سالت صح. هياخد منه قد ايه في التصحيح؟ نص دقيقه. وهو ده اللي بيحصل بالظبط في التصحيح. وانت مفكر في حد فاضي يقرا ورقتك؟ ولا الهوا، ما حدش بيقرا، محدش بيقرا. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنفتح ورقه الاجابه. اي حد دكتور بيفتح ورقه الاجابه بيبص على ايه؟ لقى الرسمه، ويدور على كلمات معينه في الاجابه، لقاها شكرا خدت الدرجه، ما لقاهاش شكرا نقصت. بس الموضوع سيمبل جدا، مش مدورش كتير. يعني والله انا مجاوب يا دكتور صح بس ما رسمتش، هتنقص. والله يا دكتور انا راسم بس عندي ديفكت شويه في الكلام، هتجيب الدرجه النهائيه. تخيل الفرق بين الاثنين، انا كاتب كل كلمه بس هنقص، وده رسم وما جاش ولا حاجه وخد الدرجه النهائيه بس عشان منظم ورقته صح. فارجوكم وانت بتجاوب سؤال بارير لازم ترسم اول حاجه، وبعدين تكتب ديفينيشن، بعدين ستراكشر، بعدين فانكشن. ديفينيشن، it is a barrier between the air inside the lumen of the alveolar and the blood inside the lumen of the capillaries او البلمونري كابيلاريز. ديفينيشن. ستراكشر يا دكتور، نبدا من فوق عند الايه لغايه ما نوصل للبلاد. اول حاجه هتقابلنا ايه؟ اليوموسايت تايب 1. لا، في قبلها في اللنج سيرفكتنت. It is considered the first part of blood air barrier. هو مين ده؟ اللنج سيرفكتنت يا دكتور بنعتبره اول جزء في البارير تحت السيرفكتنت الخليه دي. مين ديت؟ نيوموسايت تايب 1. يبقى رقم 2 سيتوبلازم اوف نيوموسايت تايب 1. هل تايب 2 جزء من البارير؟ لا، نيوموسايت تايب 1 بس. بعدها في مين يا دكتور؟ بيزمن تمبرين بتاع مين فيهم؟ الاثنين مع بعض فيوزد بيزا لامينا او بيزمنت امبريد اوف نيوموسايت تايب 1 اند بلاك كابيلاري. احنا قلنا في الاماكن اللي هيكون فيها بارير بيحصل كومبليت فيوجن. بعد كده يا دكتور هنخش جوه الكابيلاري هنلاقي مين؟ اندوثيليوم. هيبقى السيتوبلازم بتاع الكابيلاري اندوثيليوم. هل كمان اندوثيليوم ده مخروم فينستريتد ولا نون فينستريتد؟ هو نون فينستريتد ان شاء الله. بص، مفيش فينستريتد كابيلاريز غير في مكانين اثنين، اندوكراين جلاندس وكيدني، عشان ما نلفش ونضم. في اي حته ثانيه يسالك الكابيلاري نوعه ايه؟ كونتينوس كابيلاري او نون فينستريتد. تمام؟ فالبارير ده ان شاء الله ان شاء الله هيبقى نون فينستريتد كابيلاري، هيبقى نون فينستريتد كابيلاري. هو انت ليه متاكد عليها؟ لان دي من الحاجات اللي بندور عليها. انا ما بيهمنيش انك كاتب ان بص ما هو ما فيش بارير في الدنيا مش هيدخل في التركيب بتاعه بلاد فيزل. يعني دايما كل البارير لازم بلاد فيزل داخل، ودايما البلاد فيزل في كل البارير بنقسمه طبقتين اندوثيليوم وبيزمن تمبرين. يعني انت لو واحد جاهل ما يعرفش اي حاجه خالص هيكتب طبقتين في اي بارير، اندوثيليوم بتاع الكابيلاري وبيزمن تمبرين بتاعه لو انت ما بتعرفش اي حاجه خالص. يعني انت فاضل معاك بس تعرف ان في نيوموسايت تايب 1 وسيرفكت بس، يبقى انت كده خلصت. طيب يا دكتور اندوثيليوم بتاع الكابيلاري دي كل الناس عارفه انه داخل جزء من البارير، اللي بيختلف من بارير للتاني هو فينستريتد ولا نون، فدي بندور عليه. قلنا نون فينستريتد كبل. طيب حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه؟ صعب الاستراكشر بتاع البارير، ايه الفانكشن بتاعت البارير؟ بيقلاوي الجهاز اكسشينج الباسج اوف اكسجين للبلاد والباسج اوف CO2 لليومن بتاع الالفيولار.
جهاز اكستشينج عادي خالص انت خدته في الفيسيولوجي. تمام، حد عنده اي سؤال في البلاد بارير؟ طيب كده يا دكتور خلصنا التركيب بتاع الالفيولاي، بس في حاجه بس صغيره كده اخيره عاوزين نتعرف عليها. ايه الحاجه الاخيره دي يا دكتور؟ احنا اتفقنا انه في قلب الانتر الفيولار سيبتم الكبير ده بيرشح في لول اللي بيمنعه انه يعدي التايت جانكشن والديسموسوم، وبيرشح ايه كمان؟ وايت بلاد سيلز قاعده في حته في الانتر الفيولار سيبتم. هل ممكن يظهر وايت بلاد سيل في قلب الليوم من هنا؟ والله مش عارف يا دكتور، الطبيعي يظهر ولا المفروض ما يظهرش؟ المفروض ما يظهرش الا لو، الا لو ايه يا دكتور؟ الا لو جينا بصينا مثلا على الرسمه دي، ده اليومن بتاع الافيولار وده الكابيلر، ايه ديت؟ ده وايت بلاد سيل. ايه اللي هشرحها هنا دي ان شاء الله؟ للاسف للاسف في احيانا رغم ان احنا عملناه ده كله طول الطريق، طول الطريق عمالين نحط الليمفوسايت ونحط السيليا والليمفوس ونزق ونتخلص من حاجات، بس احيانا برضو ممكن بعض الحاجات توصل لليومن بتاع الافيولار. حاجات زي ايه يعني يا دكتور؟ ممكن يوصل لليومن بتاع الافيولار دست مثلا، تراب، الدست ده فورين بودي فلازم نتخلص منه، ممكن يوصل بكتيريا، اي اورجانيزم يوصل هنا. في هذه الحاله يا دكتور ما ينفعش نسيبه هنا. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اتخلص منه ونرميه. طب ازاي ده يا دكتور؟ بيطلع من قلب الكابيلاري وايت بلاد سيلز، المفروض العادي انها قاعده هنا، بتعدي ان بتوين السيلز. ازاي يا دكتور؟ في تايت جانكشن وديزموسوم، في الحاله دي بس بيفتحوا الطريق لمين؟ للماكروفيجز او الوايت بلاد سيلز اللي بتتكون. مين اللي بيبقى ماكروفيجز؟ الماكروفيجز الخلايا الاكلة اللي اتكونت دي تعدي وتدخل اليومن، يقابلها مين هناك في اليومن؟ الداست بارتكلز بتاعتنا، تعمل فيها ايه؟ تعمل لها فاجوسايتوزيس. حلو يا دكتور، يعني انت عاوز تقول ان انا ممكن الاقي في قلب اليومن بتاع الالفيولار سيلز او سوري الالفيولاي خلايا نقول عليها ايه يا دكتور الخلايا دي؟ الفيولار فاجوسايتس. هما جايين منين الالفيولار فاجوسايت دول؟ من الدم. يعني كان اصلهم ايه؟ اي فاجوسيتك سيل في الدنيا اصلها ايه؟ مونوسايت بتاعت الدم. فالاوريجن بتاع كل الخلايا الالفيولار فاجوسايت هو ان شاء الله ان شاء الله المونوسايت اللي في الدم، عدت ودخلت السبتم وبعد كده يا دكتور قدرت توصل لقلب الليومن بتاع مين؟ بتاع الالفيولار. تاني حاجه يا دكتور، السايت مكانها فين الالفيولار فاجوسايت؟ هو الطبيعي انها تبقى في الانتر الفيولار سبتم، لكن لما بتشتغل وتقوم بوظيفتها بتبقى موجوده فين حته؟ في الالفيولار سبيس نفسه. حلو يا دكتور. طيب الالفيولار فاجوسايتس دي بتاكل ايه؟ احنا اتفقنا انها ممكن تاكل الدست او الكربون. الناس المدخنين اللي بيشربوا سجاير دايما دايما الكربون بيوصل لغايه الالفيولار وول. طب يا دكتور الدست والكربون الحاجات دي لما توصل لهنا بتعمل ايه؟ بتروح تاكلها. تخدمها يا دكتور؟ ما بتعرفش. طب ايه الحل يا دكتور؟ تخلص منها. تخلص من مين؟ الخليه بالفورم بود اللي فيها. ازاي ده يا دكتور؟ اننا بنعرف نزقها عن طريق كونتراكشن في طريقه معينه ونطلعها من الالفيولاي لفوقها. فوقها في ايه؟ الالفيولار داكت. فوقها في ايه؟ برونكيوز. هنوصل لغايه البرونكيوز يعني يا دكتور؟ الخليه دي بنحركها لغايه ما نوصلها للبرونكيوز. اول ما توصل للبرونكيوز خلاص كده اطمن. ليه؟ برونكيوز عليها سيليا. هتعمل ايه برونكيوز؟ هتنها تزق 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 لغايه ما حضرتك تخرجها مع السبيوتم على بره، يا اما تبلعها مع ريقك على الايه؟ على الجي اي تي. والحمد لله وصلت الجي اي تي، ما تقلقش ايش سال هيدمرنا يعني باللي موجود جوه. ده اللي المفروض يحصل او المصير بتاع الخلايا الالفيولار فاجوسايت. اننا العادي انها بعد ما تاكل الدست او الكربون او الحاجه اللي دخلت عندي ديت بنزقها لغايه البرونكيول، والبرونكيوز عن طريق السيليا وعن طريق الميوكس اللي على سطحها تنها تزق تزق لغايه ما تخرج مع السبيوتم او تبلعها وتنزل للاستومك وتكسر بالاتش اس ال. طب يا دكتور يعني الالفيولار بس اللي كلها بتطلع؟ كله الخليه نفسها. لا الالفيولار لا الخليه بس الخليه تمام. طيب فالخليه دي يا دكتور اللي كانت الدست او الكربون بيسموها دست سيل. اسمها ايه؟ دست سيل. تركيبها هو نفس تركيب اي ماكروفيج في الدنيا، مليانه لايزوسومز فويل ديفلوبد جولجي، نفس الاورجانيزم بتاعت الماكروفيج. مش هشرحها تاني لان شرحتها مره في السكيل. فاكرين شرحناها في السكيل؟ خدنا خليه في السكيل كان اسمها ايه بتاعت السكيل؟ مين كان حاضر السكيل؟ كان حاضر السكيل يعترف ويقرب يعني. مش خدنا خليه في السكيل ماكروفيج؟ مين؟ ايوه بالظبط اللي هي دي. واحد بس بيجاوب. لانجر هانز سيل نفس المواصفات بالظبط بتاع لانجر هانز سيل. هو بتاع الماكروفيج بتاع سنه اولى،
ورجعت هت شرح ماكروفيش سنه اولى بس الحمد لله ما بنتعلمش. اي ماكروفيش في الدنيا يا دكتور المفروض ان النيوكليس بتاعتها كيدني شيبد نيوكليس عشان بيبقى فيه نوول ديفلوبد جولجي ابريتس عشان يطلع منه اللايزوسومز بتاعتنا اللي هتاكل الحاجه دي. وبما انها كانت داست بارتكلز فهنلاقي فيها فاجوسيتك فيزيكلز وهنلاقي فيها سيكندري لايزوسومز وهنلاقي فيها شويه ار اي ار وميتوكوندريا عشان لو احتجت اصنع انزيمات. دي الاورجانيز اللي موجوده في اي فاجوسيتك سيل. تمام. الخليه دي يا دكتور بعد ما تاكل الداست هيحصل ايه؟ قلنا هنتخلص منها. هتبان لونها ايه على الرسمه؟ براوي. ليه يا دكتور لونها بني كده؟ عشان الداست. او بلاك لو فيها كربون هيبان لونها بلاك ان كارب. من غير صبغات من غير صبغات تحت الميكروسكوب الخليه دي مش هتاخد الصبغه مش محتاجه صبغه اصلا. هتبص هتلاقي لونها براون ان كلر او بلاك على حسب المحتوى بتاعها. طب يا دكتور ده اول حاجه ممكن توصل لليومن اللي هو الدست والكربون والبكتيريات والحاجات دي الخليه بتاعتنا تطلع تاكل. طب في حاجه تانية ممكن توصل لليومن غير الدست والحاجات دي؟ اه لان ان ساعات الار بي سيز تطلع من الكابيلرز وتخش تقعد هنا يعني تبقى اكسترا بازيتد بس مش هو البازيتد بقى ده اكسترا بازيتد هو العادي ان الار بي سيز بتسيب بلاد فيزل. لا اكيد في حاجه غلط خلت الار بي سيز تعدي من هنا لهنا. طب يا دكتور انا همشي معاك لو الار بي سيز طلعت هنا ايه اللي هيحصل؟ الوايت بلاد سيلز تطلع تاكلها وتكسرها ولما تكسر الار بي سيز بيطلع منها سابقه اسمها هيموسيدرين بيجمنت ويبان لونها براونش ان كلر. حلو يا دكتور يعني شبه الداست سيل؟ ايوه ان شاء الله. وبعدين يا دكتور بنتخلص منها؟ ايوه. ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط. تمام. بس السؤال بقى امتى الار بي سيز تطلع من هنا لهنا من الكابيلاري وتخش هنا؟ اكيد في مصيبه حصلت. ايه المصيبه اللي حصلت دي يا دكتور؟ المصيبه اللي حصلت كالاتي ان انا عندنا كلنا البتاع ده مين ده؟ القلب ان شاء الله. بيطلع منه مين ده؟ اورطه وده بالمونر رايح على الدم وبيدخل هنا فينز كده اسمهم بالمونري فينز ثلاثه اللي سنقوم. إيه المفروض العاده يا دكتور الدم بيطلع من الرايت سايد يخش البالمونري يروح اللنج يوصل لفين؟ الكابيلاريز دي وبعدين يجمع ويتكون بالمونري فينز. تصب الدم بتاعها فين؟ في الليفت اتريوم ومنه الليفت فينتريكل ومنه الاورطه توزع على الجسم. للاسف للاسف واحد من الناس عنده ليفت سايد هارت فيلر يعني عضله القلب مش شغال يعني ما بتضخش دم يعني الدم عالي هنا يعني مش هيستقبل من هنا. وبعدين يا دكتور وبعدين ده مش هيستقبل من هنا من هنا فين؟ لو من الكابيلاريز. طب ايه المشكله يعني يا دكتور؟ الدم هنا كونجستد. يعني ايه كونجستد؟ محتقن. الدنيا مليانه دم. ايه الحاله يا دكتور؟ الكابيلاريز دي ضعيفه جدا جدا جدا. من اضعف استراكشر هي الكابيلاريز. لما تتملي بالدم هتفرقع. طب هتفرقع ايه المشكله؟ ار بي سي تطلع تخش هنا. تمام يا دكتور. يعني انت عاوز تقول ان المشكله الاساسيه كانت في القلب؟ ايوه ان شاء الله. المشكله اساسا كانت في القلب. فين بالظبط؟ في القلب على الناحيه الشمال. ليفت سايد هارت فيلير. لما حصل ليفت سايد هارت فيلير ادى الى ان القلب ما بقاش يستقبل دم. بالمونري فينز ما بقاش يستقبل من البالمونري كابيلاريز. الكابيلاريز دي من كتر الضغط عليها الدم جاي لها من البالمونري عمال يديها يديها مش عارفه تستقبل راحت مفرقعه ومطلعه البلاط بتاعها هنا. طب وبعدين يا دكتور؟ وبعدين يجي لك العيان يشتكي. يشتكي من ايه؟ البلازما طلعت والار بي سيز طلعت هنا، ميه كتير هنا، عارف ياخد نفسه؟ لا. ومش بس كده، يا دكتور انا مشكلتي في الحياه ان انا لما باجي انام بالليل اول ما احط دماغي على المخده بحس بكرش نفس مش قادر اخد نفس واقوم عمال اكح دم اكح دم يا دكتور اكح اطلع كحه بتطلع بلغم بدم. ده ايه ده يا دكتور؟ ده لما يجي لك عيان بيشتكي بالشكوى دي اوعى تستبعد او اول حاجه تفكر فيها ما ينفعش تعملها اكسكلوجن طبعا الليفت سايد هارت فيلير. هي دي مشكلتهم. العيان ده اشمعنى يعني لما يجي ينام بالليل؟ لما ينام بالليل الفينس ستن بيزيد فالدم اللي راجع مع البالونه كتير فالكابيلاري بتتملي دم. فاول ما ينام فلات كمان مع الجرافيتي الدم عمال يجي يعني بص الكابيلاري بقت على اخرها. ليه؟ ما هو بالليل الفينس ستن زايد لانه نايم. والحاجه الثانيه انه فلات مع الدم مجرانه سهل فتلاقي الكابيلاري دي على اخرها مليانه دم فيقوم وهو نايم بعد ساعه ساعتين
يصحى من النوم، ايه اللي حصل له؟ كرشة نفس مش عادية ويكح دم، وبعدين يجي لك المستشفى الساعة 2 3 بالليل، يا دكتور انا عندي كذا كذا كذا. ده على طول غالبا او في اغلب الاحلام بيبقى ليفت سايدد هارت فيلر. تمام؟ طيب يا دكتور ايه العلاقة ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ ما خد بالك بقى ان الار بي سيز لما تطلع هنا الجسم مش هيقف يتفرج، امال هيعمل ايه؟ الجسم هيطلع وراها بلاد سيلز تاكل الار بي سيز تكسر ويكون هيموسيدرين، والخلية بتاعت الوايت بلاد سيلز في هذه الحالة هسميها داست سيل. لا هي ما كانتش داست، امال هي كانت مين؟ كانت ار بي سيز. بيسموها ايه يا دكتور الخلية دي؟ بيسموها هارت فيلير سيل. اسمها ايه؟ هارت فيلير سيل. وده النوع الثاني يا دكتور من الخلايا الانفيولار فاجوسايت. خد بالك عشان الانفيولار فاجوسايت سؤال امتحان ساعات بيجي يقول لك جيفن اكونت اون انفيولار فاجوسايت، وما فيهوش كلام كتير، انا الحاجات اللي بحكيها دي كلها عشان تبقى انت فاهم بس الدنيا، مالكش دعوه بيها خالص. امال ايه الموضوع يا دكتور؟ اوريجين جاي من المونوسايت، السايت انسايد اليومن اوف الافيولاي، التايبس نوعين داست سيل وهارت فيلير سيل. الداست سيل ديت بتحتوي على او بتاكل داست وكربونز وممكن ساعات فحم وكول. فحم ازاي يعني يا دكتور؟ ما تفقدش ازاي؟ بيتعرض ليه الناس شغالين في المناجم وكده. وبعدين يا دكتور هنلاقي الخليه دي مليانه فاجوسيتك سيلز ولايزوسوم زي ما وصفناها بالظبط من 3 ثواني هنا، نقول وصفها. ولونها بيبان في اللون بلاك او براون ان كلر على حسب المحتوى بتاعها. تاني خليه اسمها هارت فيلير سيل، دي بتاكل ايه يا دكتور؟ بتاكل الاكسترا فازيتد ار بي سيز. امتى يا دكتور؟ لو عندي ليفت سايدد هارت فيلر. انت كاتب كلمه ثانيه كونجستيف، دي حاله اسوأ شويه من الليفت سايد. ايه مشكلتها دي؟ ده واحد عنده ليفت ورايت الاثنين مضروبين، تمام؟ يعني اللي ده شغال وده شغال، اه يا دكتور الدنيا بايظه، فبرضه هيبقى زيه زي الليفت، هيبقى نفس الشكوى تقريبا. اه فبنسميها كونجستيف هارت فيلر. طيب العيان ده الار بي سيز اللي عنده هتتكسر وهتدي لون براون ان كلر بتاع مين؟ بتاع الهوموسيدن اللي جوه. غالبا غالبا الداست سيل بيبقى لونها بلاك، وغالبا غالبا الهارت فيليا سيل بيبقى لونها براونش ان كلر. طيب يا دكتور كده اتكلمنا على الالفيولار فاجوسايت، اوعى تنسى ازاي بنتخلص منها. قلنا ازاي بنتخلص منها؟ بنزقها للبرونكيوز وبعدين السيليا نزقها يا اما خرجها في السبيوتم يا اما ابلعها على الجي اي تي. حد عنده مشكله في الالفيولار فاجوسايت؟ ايه؟ ما هو الكابيلاريز احنا رجعنا للرسمه، الكابيلاريز لازقه مباشره على الجدار بتاع الالفيولات، مفيش فاصل. احنا الفاصل هنا ايه؟ هو اليوموسايت 1 دي لما بتفقع بتطلع متواتا هنا، بتقطع حواليها اليوموسايت اللي حواليها بتتقطع هي كمان، بيخش الدم هنا على طول. بس تمام؟ ليه؟ اصل هي محتقنه، تعرف حاجه رفيعه جدا، جدارها رفيع ومليانه على اخرها بريشر جواها عالي جدا، ايه اللي هيحصل؟ هتفقع في الجميل اللي هو بس. طيب كده يا دكتور خلصنا الالفيولار فاجوسايت. في حاجه بس اخيره صغيره كده، الفيتال لانج. تمام؟ اللانج بتاعت الفيتس وساعات بتيجي مقارنه مع الادلت لانج، هما الاثنين زي بعض. اه زي بعض بس في شويه اختلافات. انا عندي بس سؤال، هي اللانج بدات من اول ايه؟ من اول ايه؟ شرحنا كده من اول ما دخلنا جوه، دخلنا بحاجه اسمها انترابلمونال برونكس، يعني اللانج هيبقى فيها انترابلمونال برونكس. وفيها ايه كمان؟ عارف يا دكتور ايه اللي بعد الانترابلمونال والبرونكيولز؟ وفي ايه كمان؟ تمام. وفيها دول يا دكتور، فيها ديت اللي هي مين؟ الانترابلمونال برونكس، وديت البرونكيول، وان بتوين دي الالفيولاي. ومين ده؟ الالفيولار داكت. ومين الكيس ده؟ الالفيولار ساك. وقول ده الالفيولاي، يعني هو ده المحتويات. اه اللي احنا كنا عمالين نشرحه من اول الحصه، هي دي المحتويات بتاعه اللنج. الادلت لانج لو بصيت على التركيب بتاعها اهم حاجه واضحه فيها الالفيولار، ولو بصيت على الالفيولار هتلاقي اغلبها مبطنه بخلايا فلات وسبيسز واسعه ومفتوحه بالمنظر ده. تمام؟ ودي مين ديت؟ البرونكاس يا دكتور لايند بيبيسيليوم، واضح قدامك اهو سود الستفايد بيبيسيليوم، تحته مصل لير، تحته الادفنتيشيا اللي فيها مين ده؟ كارتش بليتس. ومين دي؟ الانفاتد ميديولز. ومين دي؟ سيرس والميوكاس جلانس. الكلام ده كله قلناه المره اللي فاتت. ودي يا دكتور البرونكيول، ادي الميوكوزا، تحتها المصل، تحتها ادفنتيشيا فاضيه ما فيهاش اي حاجه. حلو، ده التركيب بتاعت الاستراكشرز بتاعت اللنج اللي المفروض عندنا احنا كادلت. اللي المفروض عند الفيتس بتختلف شويه. ايه يا دكتور الاختلاف؟ هو الفيتس بتاعت اللنج بيحصل فيها جاز اكستشينج؟ لا. الواد امتى بيحصل جاز اكستشينج؟ لما ينزل على الحياه بيبدا يصرخ
ان شاء الله الصرخه اللي حصلت ديت نتج عنها ان الالفيولاي بتاعته بدات تفتح واللنج بتاعته بدات تشتغل ان شاء الله. تمام. طب يا دكتور قبل بقى ما يتولد اللنج بتاعته فيها ايه؟ فيها نفس المحتويات بس لسه ما اشتغلتش. يعني يا دكتور فيها برونكس؟ فيها برونكيولز؟ ايوه بس كولابس مش مفتوحه. فيها الفيولاي؟ ايوه ان شاء الله. مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله. ولما جينا بصينا على الالفيولاي بتاع الواد الصغير لقيناها لايند بخلايا كيوبيكال ولا فلات؟ برونكيوبيكال سيلز. كولابس الالفيولاي لايند بكيوبيكال، يعني هي نيوموسايت تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2. يعني يا دكتور مفيش نيوموسايت تايب 1؟ امال بتيجي منين النيوموسايت تايب 1؟ لما لا ما احنا هنقول اهو لما يا دكتور خلينا بس هنقول تمام كلام سليم انه لما حضرتك الولد بينزل للحياه مع اول صرخه الهواء ده بيحول نيوموسايت تايب 1 لتايب 2 سوري تايب 2 لتايب 1 الخلايا اللي هي كيوبيكال بتتبطط وتقلب فلات سيلز ويتبقى نسبه قليله قوي من تايب 2 اللي هم ال 2% دول. يعني الاصل يا دكتور نيوموسايت تايب 2 عشان كده الفانكشن رقم 3 للنيوموسايت تايب 2 اللي انا سايبها انها مي اكت از ستيم سيل لنيوموسايت تايب 2 ولنيوموسايت تايب 1 يعني بتدي النوعين اثنين. ايوه نيوموسايت تايب 2 بتاكت از ستيم سيل لتايب 1 وتايب 2. كده احنا خلصنا الثلاثه فانكشن يبقى كده جدول المقارنه اتقفل. طب نرجع بس لموضوعنا هنا يا دكتور، يعني انت عاوز تقول ان الاصل نيوموسايت تايب 2 المفروض ان انا عمال اكون سرفكتنت اكون سرفكتنت لغايه ما اللنج بقت ماتيور وجاهزه، الواد ينزل الشارع اول صرخه الهواء بيدخل بيحول تايب 2 لتايب 1 في كل الالفيولاي ما عدا نسبه قليله اللي هي ال 2% اللي احنا قلنا عليها دي، بس النسبه اللي بتبقى نيوموسايت تايب 2. عشان كده لما نيجي نبص لللنج بتاعت الجنين اللي لسه في بطن مامته هنلاقي ان اللنج بتاعته كولابس الالفيولاي لاند بي كيوبيكال سيلز اللي هي نيوموسايت تايب 2 والبرونكيولز اللي فيها الكارتلج ديت لايند برضو بإبسيليم عادي خالص بس كولابس، والبرونكاي كل البرونكاي والبرونكيولز عاديين بس كل القضيه فيهم انهم كولابس لسه ما اتفتحتش. وفي حاجه مهمه قوي واضحه جدا على الرسمه انك ملاحظ ان اللنج دي لو جينا نقارنها بلنج الادلت اللي احنا لسه جايبينها من ثواني الانتر الفيولار سيبتم كان في باين على الرسمه هناك انتر الفيولار سيبتم، انت ملاحظ هنا الانتر الفيولار سيبتم فيري لارج او فيري بيج انتر الفيولار سيبتم، وفي كمان ايه؟ بلاد فيزلز كبيره دايليتد بلاد فيزلز. كل دي اختلافات ما بين الادلت لانج والفيتال لانج. ليه يا دكتور؟ هو اللانج دي لسه ما اشتغلتش فكل حاجه مقفله والسيبتم لسه تخين والبلاد فيزل لسه كبيره، لما اللانج دي تشتغل كل ده هيتغير، ايه اللي هيحصل؟ كل الالفيولاي دي هتفتح وتضغط على السيبتم ده تخليه حته صغيره خالص والبلاد فيزل ديت ترجع لحجمها الطبيعي ويبدا الواحد ياخد نفسه، لكن طول ما هو فيتس كل الدنيا مقفله زي ما انت شايف كده، لدرجه يا دكتور ان السيبتم من تخنه مقسم الالفيولاي والبرونكاي والبرونكيوس مقسم اللنج لفصوص، اكن اللنج لوبيوليتد لكذا فص. مش بس كده ده اللي لو بصيت على الالفيولاي تحس انها كانها شبه الاسيناي اوف جلاندز، مش الاسيناي بتاعت الغدد بتبقى مبطنه بكيوبيكال سيلز وما بينها سيبتم في بلاد فيزلز، هو ده التركيب بتاع اي غده جنرال سكراين جلاندز. عشان كده يا دكتور ساعات بيعتبروا الفيتال لانج انها جلاند، جلاند على ما يتولد ان شاء الله تاخد شكلها الطبيعي، بيبقى شبه الجلاند في ده يا دكتور شبه الجلاند ان الالفيولاي لايند بكيوبيكال سيلز، فاللي يبص على الالفيولاي ديت ممكن يتخم فيها ويحسبها اسيناي، وان السبتم اللي موجود فيريسك مقسمها اللوبس زي الجلاند بالظبط وريتش ان بلاد فيزلز كبيره محترمه، فاللي يشوف المنظر ده يشك جدا انها جلاند. كمان في كولابس برونكس وكولابس برونكيولز قريبه في تركيبها من الضغط، فتحس انك دي ضغط واسنايد وسبتم وبلاد فيزل، لا دي جلاند 100%. وبيتلخبطوا فيها كتير قوي بيتلخبطوا فيها تحت الميكروسكوبات، ويبقى فيتال لانج في اخر السنه هنفكركم ان الشريحه يا دكتور كانت فيتال لانج، كم واحد عملها فيتال لانج؟ 4 أو 5، والباقي شيكاتر باروتد اللي على كتب سب مانديبولار، وابداعات بتحصل في اخر السنه. خطا شائع جدا، ليه؟ لانها تحت الميكروسكوب مش زي الرسم خالص، الرسم الدنيا سهله كده، انا موضح لك الدنيا، لا انت اخر السنه كلها هيخشوا في بعض ان شاء الله. ربنا يسهل كده ولما نوصل لاخر السنه ربنا يسهل الحال. طيب كده خلصنا شابتر ريسبيريشن الحمد لله، نبدا بقى شابتر الميل، بريك معانا دقيقتين بالظبط عشان نبدا الميل. لا انا عايز ابدا ميل.
مش بتشرحش البينيال بودي ده خالص. طيب اللي بيقول اندوكراين عشان
بتطلع تستوستيرون تصبه في الدم، واللي بيقول اكسكراين عشان بتطلع اسبرم على بره، وبناء عليها دكتور هي ميكس جلاند ان شاء الله. اذا التستس ميكس جلاند، والكلام ده بتقول ليه يا دكتور؟ والله موجود في ام سي كيو، بيجي يسالك الغده بتاعت التستس دي نوعها ايه؟ اكسكراين ولا اكسكراين ولا ميكس؟ ويسالك نوعها ايه من حيث الشكل؟ يا ترى هي تيوبولار ولا الفيولار ولا تيوبولو الفيولار سيمبل ولا برانشيد ولا كومباوند؟ طب ما احنا مش عارفين يا دكتور. ان شاء الله هنعرف كمان شويه ان التست دي فيها انابيب، والانابيب دي بتفتح في انابيب، والانابيب دي بتفتح في انابيب ثانيه، يعني انابيب بتفتح في انابيب في انابيب، فهي كومباوند تيوبولار جلاند. نوعها ايه؟ كومباوند تيوبولار. ده سؤال برضو ام سي كيو. نوع الغده ميكس جلاند كومباوند تيوبولار جلاند، الاكسبراين بارت بتاعها عباره عن كومباوند تيوبولار يا دكتور. بما انها غده هنتعامل معاها زي اي غده في الدنيا، واحنا اتفقنا ان اي غده في الدنيا بتتكون من، لا مش عاوز صمت، الناس ترد والله هقدم الاقلام ومرايك. اي غده عباره عن ايه؟ ستروما وبارينج، تمام؟ اي غده ستروما وبارينج. قبل ما اتكلم على الاستراكشر بتاع الغده بتاعتنا اللي هي التستس، احنا عارفين ان الديفلوبمنت بتاع التستس اثناء ما اتكونت عندنا تحت في السكروتم ولا في الابدومين؟ الابدومين، وهي نازله يا دكتور في اخ كده بيشدها لتحت اسمه بابر لغايه ما ننزلها تحت، وهي نازله يا دكتور بتاخد حواليها فولد من البروتينيه، بتعمل فولد من البروتينيه وحواليها نازله، هي بتبقى ريتروجنيه وهي نازله بتزق قدامها بريتون يحوط حواليها من قدام. حلو يا دكتور، انت عاوز تقول ان التستس دي اثناء الديفلوبمنت ما جتش هنا في السكروتوم، ده كانت فوق في الابدوم، نزلت وخدت حواليها الفولد دي من البريتون، تمام؟ حلو، ده هيفرق معايا في ايه؟ اصل التستس دي ليها ستروما وليها بارينكما، واي ستروما في الدنيا ثلاث حاجات حافظينهم زي اسمنا، غطا خارجي محوط حوالينا من بره اللي هو الكبسول، وحواجز بتقسمنا القوط اسمها ترابيكيو، وارضيه بنفرش عليها اسمها ريتيكولار كونكتيف تيشو او ستروما بتاعت الكونكتيف تيشو بتاعتها. طيب ده الستروما الهيكل الخارجي، طب بالحشوه الداخليه بنسميها ايه؟ البارينكيما، تمام كده؟ تعالى بقى نتعرف على الاجزاء دي بالتفصيل. اول حاجه الستروما دي الغده الوحيده اللي هناخدها حواليها ثلاثه كبسول، كام كبسول؟ ثلاثه، خدنا غده قبل كده حواليها اثنين كبسول ثايرويد، تمام؟ ما تنساش عشان الحاجات دي بتفرق معاهم في التصحيح. كبسولة يا دكتور ثلاثة، فين الثلاثة كبسول دولت؟ أول كبسولة اللي هي دي، إيه ده يا دكتور؟ فولد البروتونية ما اعتبرتها كبسول؟ طب دي ترو كبسول؟ لا، الترو كبسول اللي تركيبها عبارة عن كونكتر تيشو، صح؟ وأنا مش شرحتش قبل كده جلانس؟ أنا مش شرحت شرطة اسمه اندوكراين؟ وشرحت كلمه اللي قلت لكم انها جلاند برضو، وشرحت بعدها احنا شرحنا ايه بعدها؟ في السكنز شرحناش جلاندات، هو انا اللي انتوا حاسين ان انا اول مره اقول الكلام ده؟ بايو؟ طيب المهم الكبسوله بتاعتنا الناس تركز معايا، الكبسوله اول واحده فيهم اللي هي بره دي اتز نوت ترو كبسول، امال ده ايه؟ ده عباره عن فولد من البروتينيه، واحنا كلنا عارفين البروتينيه عباره عن سيرة الساق، بتتكون من تو لير، طبقة لازقة على التست اسمها فيزيبل، والبعيدة اسمها برايتل، ما بينهم في النص فلويد عشان يسهل الموفمنت بتاع التست بتاعتنا، ولايند البرايتل والفيزيبل الاثنين متبطنين بأنه نوع من الابيثيليوم سيمبل سكويمس ابيثيليوم، لأن هو ده اللي بيسهل الموفمنت بتاعتنا. حلو يا دكتور، الطبقة الأولانية دي الكبسولة الأولانية دي بيسموها الغطا الخارجي أو التيونيكا فاجينات. اسمها ايه؟ تيونيكا يعني لير، فاجينالز. حلو يا دكتور، ده اول لير عندنا محوطه من بره اللي هي فولد من البريتو. بعدها ايه يا دكتور؟ تحت منها على طول الاحمر ده، ايه الاحمر اللي تحت منها ده؟ ده بقى الكبسول بتاعنا الحقيقي. اللي هو تركيبه عباره عن ايه؟ اللي هو تركيبه عباره عن كونكتيف تيشو، تمام؟ يعني عباره عن كونكتيف تيشو سيلز مينلي مين؟ فايبروبلاست وفايبرز مينلي كولاجين فايبرز. ده التركيب بتاع الترو كبسول عباره عن كونكتيف تيشو مينلي كولاجين فايبرز وشويه فايبروبلاست سلمه بينهم، عشان كده انا رسم الكبسوله دي لونها احمر لان الكولاجين بياخد السبقه ويبقى لونه احمر بغض النظر. السبقه الكبسوله دي يا دكتور اللي هي الترو كبسول بنسميها ايه يا دكتور؟ بيسموها تونيكا البيوجينيا، بنسميها ايه؟ تونيكا
البيوجينيا. يعني ايه البيوجينيا دي يا دكتور؟ الكلمه الغريبه دي ابيض. ايه ده الغطاء الابيض اللي حوالين التستس. حلو يا دكتور، ليه سموها البيوجينيا؟ عشان اكيد لونها ابيض. في الفريش سيكشن بيبان لونها ابيض، انا هنا سابخ لونها احمر ماشي، لا في الفريش سيكشن بقى فتحت وبصيت على التستس هلاقي التيونيكا البيوجينيا ديت ليه لونها ابيض. ليه يا دكتور لونها ابيض؟ عشان تركيبها. هي تركيبها عباره عن ايه؟ كولاجين فايبرز وفايبروبلاست. الكولاجين فايبرز في الفريش سيكشن بتبقى كارلس، ولما بتتكدس بيبان لونها ابيض، وهي عباره عن ايه الطبقه دي؟ كوندنسيشن من كولاجين فايبرز، عشان كده بيبان لونها ابيض، عشان كده سميناها تيونيكا البيوجينيا. ما علينا، تيونيكا البيوجينيا تتكون من ايه؟ كونكتيف تيشو، كولاجين فايبرز وشويه سيلز فايبروبلاست سيلز. تمام؟ بص بقى ركز معايا على الرسمه عشان هنطلع حاجات غريبه كده. بص معايا على الرسمه، في طبقه تحت الكبسوله الحمراء ديت تحتها هنا كده مشرشره، شايفها؟ طيب الطبقه اللي تحتها دي هي الكبسوله الثالثه. بس قبل ما اتكلم عن الكبسوله الثالثه، الترو كبسول اللي هي السكند كبسول اللي سميناها تيونيكا البيوجينيا، لاحظنا حاجه غريبه قوي يا دكتور. التيونيكا البيوجينيا دي قدامها اهي 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 ما فيهاش مشاكل خالص. لو مشيت معاها ورا عملت ايه؟ تخنت ورا كده، وعملت حاجه اسمها ميديا ستاينم تيستس. اسمها ايه؟ ميديا ستاينم تيستس. ايه ميديا ستاينم تيستس ده؟ ده السكند بوستيريور بارت من التيونيكا البيوجينيا، بسميه الميديا ستاينم تيستس. حلو يا دكتور، استفدت انا ايه يعني؟ لا ركز معايا كده، لو جيت بصيت على الميديا ستاينم تيستس دي هتلاقي طالع منها دول. مين دول؟ دول الترابيكيو اللي بتقسم الغده لكومبارتمنتس. كم كومبارتمنت يا دكتور؟ التيستس عن طريق الترابيكيو اللي طالع منين؟ من الميديا ستاينم تيستس بتتقسم لحوالي 250 كومبارتمنت. كم؟ 250. في كل كومبارتمنت من دول في انابيب ماشيه جوه اللي بيسموها سيمينيفراس تيوبيوز. السيمينيفراس تيوبيوز دول عددهم في كل كومبارتمنت من 1 لـ 4. يعني التستس فيها توتال كم؟ كم سيمينيفراس تيوبيوز؟ من 250 ل 1000 في التستس الواحده مش من الاثنين. حلو يا دكتور. طيب احنا كده عرفنا ان في تيونيكا فاجينال تحتها تيونيكا البيوجينيا عملت ميدياستاينم تيستس طلع منها الترابيكيو اللي قسمت الجلال. في كبسوله ثالثه يا دكتور؟ لو بصيت على الترابيكيو وعلى التيونيكا البيوجينيا من جوه هتلاقي في طبقه مشرشره كده. ايه ده يا دكتور؟ دي الكبسوله رقم 3. هي عباره عن ايه؟ عباره عن هايلي فاسكولار كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو مليان بلاد فيزل، عشان كده سموها تيونيكا فاسكيولوزا. تيونيكا يعني لير او كبسوله، فاسكيولوزا لانها ريتش ان بلاد فيزل. فائدتها ايه ده يا دكتور؟ والله جاست بلاد سبلاي، بتساعد في توصيل بلاد سبلاي. طيب يا دكتور يعني انت عاوز تقول ان الستروما بتاعت التستس كبسول ترابيكيو تيكرا كونكتيف تيشو، كبسول كام طبعه؟ 3. تيونيكا فاجينالز، تيونيكا البيوجينيا، تيونيكا فاسكيولوزا. الفاجينالز عباره عن فولد من بروتينين بيتكون من 2 لايرز بيظهر اللازقه على التستس والمرايتا البعيده عنها، الاثنين مفطنين ب سيمبس كونس ارسيليا ما بينهم ليتل اماونت من فلويد. بعد كده الطبقه اللي بعدها اسمها تيونيكا البيوجينيا. تيونيكا البيوجينيا دي بتتكون من كونكتيف تيشو ريتش اند فايبرز اللي هي كولاجين فايبرز وفيو سيلز فايبروبلاست. بيبقى سكند بوستيريور عشان يعمل ميديا ستاينم تيستس اللي بيطلع منها الترابيكلي اللي بتقسم الجلاند ل 250 كومبارتمنت، كل واحد فيه كام سيمينيفراس تيبيول؟ من 1 لـ 4 سيمينيفراس تيبيول. ناس تركز معايا قوي. بعد كده يا دكتور الكبسوله رقم 3 اسمها تيونيكا فاسكيولوزا، عباره عن ايه؟ هايلي فاسكولار كونكتيف تيشو ماشيه تحت التيونيكا البيوجينيا وكمان ماشيه على الترابيكلي. صعب اللي احنا قلناه؟ طيب تمام يا دكتور، كده خلصنا الكبسول، خلصنا الترابيكلي. طبعا الريتيكولا كونكتيف تيشو ستامب حافظينها، عباره عن ايه الريتيكولا كونكتيف تيشو؟ سيلز وفايبرز اسمهم ريتيكولار سيلز وريتيكولار فايبرز، بيعملوا الباك جراوند بتاع الاورجن وبيتشافوا اونلي باي السيلفر ستين الاي جي. المفروض الكلام ده حافظينه والله، والله يا عيني احنا ما بنذاكرش كده خالص. ان الناس ما بتردش ده معناه ان ما فتحناش كتاب خالص. تمام؟ طيب بعد كده يا دكتور نخش على الحشوه بقى بتاع التستس. ايه الحشوه بتاعتنا؟ البارينكما بتاع التستس ما هي الا الانابيب اللي هتكون السبيرم اللي اسمها سيمينيفراس تيوبيول. ركز كده معايا على الرسمه، ما بين الانابيب دي وبعضها في نقط زرقاء كده صح؟ ايه النقط الزرقاء دي؟ دي انواع خليه موجوده ما بين السيمينيفراس تيوبيول.
في الانترستيشيال تيشو في خليه اسمها انترستيشيال سيلز اوف لايدنج بتكون تستوستيرون. يعني يا دكتور الكومبارتمنت الواحد او البارينكما بتاع التستس عباره عن حتتين، عباره عن السيمي نيفراس تيوبولز وما بينها انترستيشيال تيشو. طب يا دكتور عاوزين نبص او ناخد سيكشن كده في التستس عشان نشوفهم بالتفصيل. هناخد السيكشن ازاي؟ هنقطع عليهم كده. يا دكتور هتقطع كده؟ وبناء عليه لما اقطع في الانبوبه ده دكتور حبات شكلها ازاي؟ دايره، واللي في اللي بعدها دايره، واللي بعدها دايره، وهكذا. يعني هيطلعوا دوائر جنب بعض كده يا دكتور، وما بينهم هنا في النص ايه؟ الانترستيشيال تيشو اللي فيه لايدنج سيلز. طب ورينا يا دكتور السيكشن كده لما قطعته طلع ازاي؟ طلع بالمنظر ده. ايه ده يا دكتور؟ ايه الدايره دي؟ سيمينيفرس تيوبيول. امال ايه اللي ما بينها الخلايا دي؟ لايدنج سيلز. بدليل هي بتكون ايه اللايدنج سيلز دي؟ تستروم. المفروض تصبه فين؟ في الدم، عشان كده في ما بينهم وبين بعض في بلاد كابيلاريز عشان نصب فيها التستوستيرون هيتكون. بعد الدايره دي في دايره ثانيه باين منها حته اهي، في دايره ثالثه باين منها حته اهي، انا مش مبينها كلها. انت عاوز تقول يا دكتور ان الدايره دي هي مين؟ سيمينيفرس تيوبيول. ما بينها انترستيشيال سيلز. هندرس مين دول يا دكتور الحصادي؟ احنا هناخد الاول انترستيشيال تيشو، وبعدين هندخل جوه ناخد حته من السيمينيفرس تيوبيول ونروح، عشان ناخد حته كبيره اهو. تعالى نبدا يا دكتور نتكلم عن الانترستيشيال تيشو. في ايه اشهر حاجه موجوده فيه واوضح حاجه باينه على الرسمه؟ الخليه دي اللي اسمها ايه؟ انترستيشيال سيلز اوف لايف. امال الدايره الكبيره دي سميناها ايه؟ السيمينيفرس تيوبيول. طولها قد ايه يا دكتور السيمينيفرس تيوبيول؟ على فكره السيمينيفرس تيوبيول دي طولها حوالي نص متر. نص ايه؟ نص متر. الانبوبه الواحده حاططها كلها، ده انت بتقول في 1000 واحده. بيبقى هايلي كويلد، بيتكعكعوا بعضها بصوره غير عاديه. ده طولها والدايمتر بتاع السيمينيفرس تيوبيول ده بيوصل حوالي 200 مايكرو. مالناش دعوه بالموضوع ده دلوقتي، خلينا الاول يا دكتور في الانترستيشيال سيلز. انترستيشيال سيلز اوف لايدنج ديت، ناس تركز معايا. الانترستيشيال سيلز اوف لايدنج الفانكشن بتاعتها الاساسيه انها تكون التستوستيرون والمور. لما نيجي نبص عليها دايما بتبقى موجوده في صوره جروبس اوف سيلز ان بتوين السيلز دي. في مين؟ البراد كابيلاريز، زي اي غده اندوكراين. مش الغدد الاندوكراين بتبقى الخلايا مترتبه بطريقه معينه وما بينهم كابيلاريز؟ هو ده بالظبط. فده الجزء الاندوكراين بارت بتاعنا، جروبس اوف سيلز ما بينها الكابيلاريز بتاعتنا. طيب يا دكتور هنوصف الخليه، اي خليه في الدنيا لما نيجي نوصفها بنقول ايه؟ شكل الخليه من لايت ميكروسكوب والكترون ميكروسكوب وفانكشن، وبعد كده السايت. السايت مكانها فين؟ في الانترستيشيال تيشو. شكلها عامل ازاي باللايت وبالالكترون؟ والله يا دكتور قول لي وظيفتها وانا الف منها. وظيفتها ايه؟ صنع تستوستيرون. يلا الفوا بقى. ايوه بس الحمد لله، طالما في وصلنا اننا قلنا الكلمه الاولى ديت يبقى خلاص. وانا عارف واحد بس اللي قالها والباقي بيتفرج، بس طالما وصلنا لها انا كده اطمنت انك هتعرف تجاوب ان التستوستيرون ده ليبيد هرمون. فوصلت ان الخليه دي هتصنع ليبيد وتفرزه، بس هنالف كل حاجه سهل خالص. تيجي نالف سوا؟ تعالوا نالف سوا. السيل دي باللايت مايكروسكوب شكل الخليه على الرسمه ايه؟ راوندد سيل. حلو يا دكتور. سمول ولا لارج؟ غالبا بتبقى سمول راوندد سيل. النيوكليس بتاعتها على الرسمه بصوا غالبا سنترال وشكلها راوندد وكبيره او لارج نيوكليس. بيل ولا دارك؟ ده من غير ما نبص ده اكتف سيل، فهتبقى بيل نيوكليس. يبقى سنترال راوندد لارج بيل نيوكليس. السيتوبلازم بتاعها هيبقى لونه ايه؟ اسيدوفيليك. طب الهرمون بيطلع في صوره ايه؟ لا تعالوا نسترجع الذاكره، نسترجع الذاكره. اي ليبيد سكريتنج سيل عشان تصنع الدهون دي محتاجه اس اي ار، ومحتاجه ميتوكوندريا، وعشان تطلعه بره محتاجه جولجي. والهرمون بيطلع في صوره الناس نسيت. الحمد لله الحمد لله. فات دروبليتس صح كده؟ مش كنا بيطلع فات دروبليتس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش شرح صبر لنا دلوقتي، ده احنا قلناها ثلاث مرات وكنا بنعيد ونزيد ونسمع، ولا اكن بضحك خالص اكن اول مره بشرح. طيب المهم يا دكتور، المهم ان اي ليبل سكريتنج سيل فيها اس اي ار ميتوكوندريا جولجي ابريتس، والهرمون بيطلع في صوره فات دروبلت. وقلنا ساعتها يا جماعه لو الفات دروبلت كميتها كتيره السيتوبلازم هيبقى فاكيوليتد، ولو كميتها قليله هيبقى نون فاكيوليتد اسيدوفيليك. بس
نيجي نبص على الصورة بتاعتنا ده يا دكتور، السيتوبلازم ده فاكيوليتد ولا نان فاكيوليتد؟ فاكيوليتد، فهو اسيد وفينك فاكيوليتد سيتوبلازم عشان مليان فات دروبلتس اللي هي بتاعت التستوستيرون. ادي ال ام يا دكتور بتاعك تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي فيه ايه؟ اس ار ميتوكوندريا جولجي ميني فات دروبلتس وحاجتين كمان. ايه الحاجتين دول؟ اينما كانت الخلايا بتصنع تستوستيرون لابد ان يتواجد بها حاجتين اتنين، لايبوفيوسين بيجمنت، حاجه اسمها ايه؟ لايبوفيوسين بيجمنت. ولقينا ان دايما الخلايا اللي بتصنع تستوستيرون فيها انكلوجن تاني غير البيجمنت ده، عباره عن كريستالات، كريستالز. العالم اللي اكتشفها اسمه رينكس، رينكس ده سماها رينك كريستالويد انكلوجنز، لانها اضافات مش اساسيه فهي انكلوجن، ولانها شبه الكريستالات فسماها رينك كريستالويد انكلوجن. اي خليه بتصنع تستوستيرون المفروض الاقي فيها لايبوفيوسين بيجمنت ورينك كريستالويد انكلوجنز. ايه دي يا دكتور؟ ولا اي حاجه، شويه كريستالات في قلب السيتوبلازم. فايدتها ايه؟ ولا ليها لازمه. امال انت بتقولها ليه؟ عشان موجوده وعشان الراجل ده اكتشفها، مش عايزين نضيع حقه بس. تمام؟ بس ولا عمل اي حاجه. بس هو لقى حاجه وقال لي اسمها كذا، نقول له لا بس بنحط اسمها. ده بالنسبه لايه؟ الاستراكشر بتاعت الاي ام. طب ايه الفانكشن بتاعت الخليه؟ سيكريت تستوستيرون انتو صاحب الاطفال. حد عنده مشكله في الخليه؟ صعب الكلام؟ نجمعه تاني؟ نجمعه تاني. اورجن ما شغلناش، اورجن ما لناش دعوه بيه. السايت مكانها فين حتى؟ الانترستيشن شكلها عامل ازاي باللايف مايكروسكوب؟ شكل الخليه راوند وسمول سيل. النيوكليس سنترال لارج بين وراوند نيوكليس. سيتوبلازم فاكيوليتد اسيدوفيليك سيتوبلازم. تحت الالكترون مايكروسكوب الخليه ريتش ان سي سي ار ميتوكوندريا جولجي اباريتس وميني فات دروبلتس، وما تنساش لايبوفيوسين بيجمنت ورينكس كريستالويد انكلوجنز. تمام كده؟ حلو يا دكتور، عرفنا الاستراكشر بتاعت الاي ام فانكشن سكريت تستوستيرون هرمون. حد عنده مشكله في الخليه دي؟ تعال على الخليه الاهم بقى يا دكتور. مين الخليه الاهم عندنا؟ الخلايا اللي موجوده في قلب السيمينيفراس تيوب. بس يا دكتور، يا دكتور انا عندي سؤال، هو الانترستيشال تيشو ما فيهوش غير انترستيشال سيلز اوف لايدن؟ لا، في في دي الكابيلاريز، ده المحتوى رقم 2 في انترستيشال تيشو. طب في محتوى ثالث يا دكتور غير الكابيلاريز؟ اه ركز معايا كده، شايف الخليه دي؟ اه ايه الخليه دي يا دكتور؟ هو طبعا عباره عن كونكتيف تيشو، ما فيهاش خلاف، انترستيشال تيشو عباره عن كونكتيف تيشو، في انترستيشال سيلز اوف لايدن وفي الكابيلاريز وفي الخليه دي. ايه الخليه دي؟ تحس كده انها شبه سموث ماسل، صح؟ اه هي دي سموث ماسل؟ لا، امال ايه؟ دي خليه كونكتيف تيشو شبه الفايبروبلاست سيت بالملي، ولكن الخليه دي فيها اكتين وميوسين فيلمنت، لقوها بتعمل كونتراكشن يعني تشتغل شبه السموث ماسل. ايوه، فسموها مايويد سيل. اويد يعني شبه، مايو يعني عضله، مايويد سيل يعني شبه المصل. ليه يا دكتور بتنقبض ديت؟ عشان تساعد على الموفمنت بتاع الخلايا اللي جوه جوه السيمينيفراس تيبيولز، لان الخلايا اللي جوه دي بتبقى نون موفبل ما بتتحركش، محتاجه حد يزقها. مش حاجه يا دكتور، خلايا بتاع تكوين السبير، مش انتوا عارفين ان في خلايا بتكون السبير؟ سبرماتوجونيا وبرايمري سبرماتوسايت وسكندري سبرماتوسايت وسبرماتيد. الخلايا دي المفروض انها بتتنقل لغايه ما تكون السبيرم في حته في اليومن جوه هنا، وهي بتتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا. مين اللي بيزقها؟ بيساعد في الحركه بتاعتها المايويد سيلز. تمام؟ يعني تعالى نقول يا دكتور الخليه دي شبه السموث ماسل في الشكل وفي الاكشن بتاعها، انها بتساعد على الموفمنت بتاع الخلايا اللي جوه ديت اللي اسمها سبرماتوجينيك سيلز. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب في التركيب، شكل النيوكليس، شكل السيتوبلازم. تمام؟ طيب طيب يا دكتور كده انت خلصت الانترستيشال تيشو اللي ما بين السيمينيفراس تيوبيول. تعالى ندخل جوه بقى. جوه فين؟ جوه السيمينيفراس تيوبيول. طولها قد ايه قلنا؟ 50 متر. نص متر يا دكتور. الدايمتر بتاعها قد ايه بقى؟ 200 مايكرون. هو ال 200 مايكرون ده ان شاء الله. طيب يبقى نص متر ده طولها، دايمتر 200 مايكرون. خدنا بقى سكشن بان الدايره، لقينا الدايره دي مبطنه بخلايا. فين الخلايا دي يا دكتور؟ دي. وفين كمان؟ دي. الخلايا الطويله اللي عامله زي الاهرامات دي اسمها ايه؟ اسمها سيرتوني سيلز. اسمها ايه؟
سيبتوني سيلز. ان بتوين السيبتوني سيلز الخلايا الكتيره ديت اللي هي عباره عن مراحل تكوين الاسبيرم، اول ما شافوها زمان كانوا بيعتقدوا ان ده ابيثيليوم بدليل خليه فوقيها خليه فوقيها خليه، فسموه جيرمينال ابيثيليوم. ليتر اون عرفوا ان ده عباره عن ستيجز بتاع تكوين الاسبيرم فسموه سبرماتوجينيك ابيثيليوم او سبرماتوجينيك سيلز. تمام، حلو. يعني انت عاوز تقول ان دي خلايا مترتبه ببعضها زي الابيثيليوم فسميها سبرماتوجينيك ابيثيليوم، ودي خلايا اسمها سيبتوني سيل. السؤال بقى يا دكتور، هو سيبتوني جنبها سبرماتوجينيك جنبها سيبتوني جنبها سبرماتوجينيك بدوران السيمنيفرس تريبيول ولا شكلهم مش كده؟ المنظر العام بيقول انهم هم كده. لا هم مش كده، الرسمه دي خطا علميا. امال ايه يا دكتور؟ كل الدايره فيها سيبتوني وكل الدايره فيها سبرماتوجينيك سيل. ازاي يعني حضرتك؟ طبعا مش عارف ابين لك على الرسمه، بس انا عاوز افهمك حاجه، ان الخليه بتاعت سيبتوني دي عامله زي الابراج بتاع الحمام اللي موجوده في الغيطان مثلا لو جنبكم غيط او حاجه قريب منكم، ساعات بيبقى فيهم عندهم حاجه اسمها برج حمام، اسمها برج حمام. برج الحمام ده عامل زي الهرم كده، اهي عامله زي الهرم بالظبط. حلو، برج الحمام ده فايدته ايه في الحياه؟ طبعا نعرف يا دكتور انشواء ده كنا ذكرنا لك عنه. برج الحمام ده المفروض ان في فتحات فيه، الفتحات ديت البوكتس اللي موجوده ديت عشان مين بيطير ويرجع يقعد فيها؟ الحمام بتاعنا ان شاء الله. طب ايه علاقه ده بس بسيبتوري سيل عشان نفهم؟ المفروض ان الخلايا بتاعت سيبتوري بدوران الدايره دي، والسبرماتوجينكس قاعده في البوكتس اللي موجوده على سطح سيبتوري. هي سيبتوري فيها بوكتس او فيها جيوب زي الكهوف بتاع برج الحمام بالظبط، مين بيدخل يقعد جواها؟ سبرماتوجينيك سيل. يعني انت يا دكتور عاوز تقول عشان اشوف سيبتوري سيل اللي انت راسمها دي انا قشرت من عليها مين؟ السبرماتوجينيك. لازم اشيل السبرماتوجينيك سيل عشان اقدر اشوف سيبتوري اللي موجوده تحتها. حلو يا دكتور. الخليه بتاعتنا اللي هي اسمها سيبتوري اللي انت شبهتها برج حمام ده يا دكتور، ايه انا سميتها فلات لكن هي في الحقيقه عامله زي الهرم. حلو، الفتحات البوكتس اللي موجوده فيها دي في سطح واحد ولا في جميع الاسطح؟ ده يدور في جميع الاسطح طبعا مش في ناحيه واحده. يعني ايه انتم مش متخيلين؟ يعني انا برج حمام، حلو، انا سيبتوري سيل، سبرماتوجينيك سيلز قاعده فين؟ هنا بوكت مثلا وهنا بوكت، عماله تترشى في كل حته قدام بس، لا وعلى الجناب وورا، في دوران ما يدور البوكتس بتاعتنا في دوران سيبتوري سيل. فالرسمه دي عشان تبقى صح المفروض ما اشوفش سيبتوري سيل. ليه يا دكتور؟ لان سبرماتوجينيك سيل مغطيه من جميع النواحي. حلو يا دكتور، طب انت عشان تشوف سيبتوري عملت ايه؟ انا شلت مين؟ سبرماتوجينيك عشان ابين مين؟ سيبتوري سيل. حلو، طيب عرفنا يا دكتور الفكره اللي انت عاوز توصلها. تعالى نبدا بقى اتكلمنا عن سيبتوري سيل. سيبتوني سيل زي اي خليه هنقول سايت وشيب باللايت والكترون وفانكشن. تمام، سيبتوني سيل الفانكشن لوحدها بتيجي سؤال امتحان. يعني ايه؟ ما انا عارف انها عندكم فيسيولوجي على فكره والله، ثلاث ارباع شابتر الميل ده اصلا فيسيولوجي الحمد لله، يعني مفيش كلام جديد فيه كتير لا خالص، ده ده تتبعه وانت واخده في الفيسيولوجي اساسا. السؤال ده جاله في امتحان فيسيولوجي، جاله في سؤال في امتحان فيسيولوجي وجاوبته؟ كتبتوا كم نقطة فيه؟ هم كتير كده جبناهم 12 8 يعني الحمد لله انا هجري بسرعة هخلص الحصة بسرعة؟ لا طبعا لازم نقف مع بعض. طب انتوا فاهمين الفانكشن بتاعتها من الفسيولوجي؟ يا عيال بس ركز بس معايا، فاهمين الفانكشن بتاعتها في الفسيولوجي؟ يعني مش هتاخد مننا وقت؟ طيب انا هشرحها دلوقتي واحنا في الاخر هتقول احنا خدناها كده فعلا في الفسيولوجي ولا في اختلاف. تمام، عشان متاكد انهم مش عارفين عنها اي حاجه اساسا. طيب المهم، تعالى يا دكتور نوصف سيبتوني سيل. شكل الخليه او السايت الاول مكانها في الحته انسايد السمنيفرس تيبيولز يا دكتور. الشيب بالال ام، شكل الخليه شكل النواه شكل السيتوبلازم. الخليه شكلها ايه؟ هاي بيراميدال سيل، البيزل سيرفيس بتاعها قاعد على الغشاء ده اللي اسمه بيزمنت ميمبرين، والابكس بتاعها واصل لغايه اليومن بتاعنا. خد بالك من كل حرف بقوله هتتحاسب عليه. شكل الخليه هاي بيراميدال سيل، البيزال سيرفيس ريستس اون بيزمنت ميمبرين، الابيكال سيرفيس ريتش اليومن بتاعنا، بيوصل لغايه اليومن بتاعنا.
النيوكلياس بتاعتها انا رسمها شكلها عامل ازاي؟ بيراميدال او تريانجولار ان شيب، وساعات تبقى اوفر. بس خد بالك بقى، اول حاجه تكتبها في النيوكلياس او في السيتوبلازم انه نون كلير، يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش واضح اصلا. على فكره كل حاجه في الخليه دي مش واضحه، ليه؟ عشان الخلايا مغطياها اصلا احنا ما بنشوفهاش. انت عشان تشوف سيرتولي انت عاوز قوه تكبير عاليه، وعاوز اماكن ما فيهاش سيرماتوزيل كتير عليه عشان تقدر تلقط الخليه. طب هربط ايه يا دكتور في الخليه؟ يوم ما هتلقط حاجه في السيرتولي سيل هتلقط حاجه واحده بس. ايه الحاجه الواحده بس اللي هنلقطها ده يا دكتور؟ هنلقط النيوكلياس بتاعتها، هنلاقيها تريانجولار او اوفال ان شيب. وطبعا اكتف نيوكلياس، يعني الخليه دي هايلي اكتف سيل، يعني بيل وفابرومنت نيوكليوس. طب السيتوبلازم بتاع الخليه ده يا دكتور مش هتشوف. ليه؟ مستحيل. بقول لك احنا بنشوف النواه بالعافيه. السيتوبلازم بيبقى بير سيتوبلازم. طب ما يمكن يا دكتور دي سبرماتوجينيك سيل مش واخدين بالكم. انت مش عارفك ان دي سيرتولي. كل خلايا السبرماتوجينيك سيل لو بصيت على الناس النواه بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ مدوره راوند. دي الوحيده اللي النواه بتاعتها اوفال او تريانجل. فاحنا بنعرفها سهل تحت الميكروسكوب. اول ما نلقط نواه اوفال او تريانجولار قدامنا على الرسمه اعرف ان دي سيرتولي. طب لو لقيت النواه مدوره لا عمرها ما تبقى سيرتولي، دي سبرماتوجينيك سيلز. فبنعرفها سهل تحت الميكروسكوب. حلو يا دكتور. يعني الخليه دي هاي بيراميدال سيل ريستس فور البيزمنت برين، والايبكس بتاعها ريتش اليومن، النيوكليس بتاعتها تريانجولار او اوفال، وهايلي اكتف نيوكليس بير وفابرومنت نيوكليولس. سيتوبلازم بيبقى بير سيتوبلازم، ولا تقول ازرق ولا احمر ولا اخضر، هو بين وفول ستوب مفيش حاجه ثانيه. تمام. تعالى يا دكتور على الالكترون مايكروسكوب. الخليه دي شكلها عامل ازاي تحت الالكترون مايكروسكوب؟ الخليه دي تحت الالكترون مايكروسكوب. بس قبل ما نقول الالكترون مايكروسكوب بس نسينا حته صغيره كده في اللايت، معلش نرجع لها ثاني. الخلايا دي حدودها واضحه؟ مستحيل تقدر تشوف حدود الخلايا دي. ليه؟ لان البوكتس اللي حواليها مخليه الباوندرز بتاعتها نون كلير باوندرز. ليه يا دكتور الباوندرز بتاعتها نون كلير؟ لان كل الاسطح بتاعتها هتلاقيها مليانه بوكتس. يا دكتور ما تورينا صوره ثانيه كده للسيبتولي سيل، ده منظر ثاني للسيبتولي. انت تلاحظ ان السطح ده كله عباره عن بوكتس بالمنظر ده، والناحيه دي برده فيه بوكتس. عشان كده الباوندرز بتاعتها بتبقى نون كلير باوندرز، لانه كل السيرفيسز بتاعتها كل الاسطح. برضو الرسمه دي مش دقيقه لان المفروض في بوكتس هنا برضو، في كل الاسطح في بوكتس. والايبكس بتاع الخليه عليه انفولدنج استنايات بالمنظر ده. تاني يا دكتور، اللاترال سيرفيسز من جميع النواحي في مين؟ في البوكتس اللي هيقعد فيها مين؟ السبرماتوجينيك سيل. اما الايبكس عليه ثنايات برضو شبه البوكتس، بس ما بنسميهاش بوكتس، بتسموها ايه؟ انفاجينيشن. الانفاجينيشنز بتاع الايبكس دي اللي بيبات فيها مين؟ السبرم بعد ما يتكون. امال البوكتس دي اللي بيبات فيها مين؟ سبرماتوجينيك سيلز، اللي هي الخطوات بتاع تصنيع السبرم. حلو يا دكتور. ده شكلها باللايت مايكروسكوب. ايوه ان شاء الله. طيب الناس بس تركز معايا قوي في اللي جاي يا دكتور. هي السبرماتوجينيك سيلز اللي موجوده عندنا هنا دي، مش المفروض ان انا بنبدا بحاجه اسمها سبرماتوجونيا؟ تدي برايمر سبرماتوسايت، سكند سبرماتوسايت، في الاخر سبرماتيد، والسبرماتيد يعمل ايه؟ سبير. مش المفروض انها قاعده في البوكت؟ اه، لما بتيجي تنقسم وتدي الخليه اللي عليها الدور، الخليه بتنقل لفوق؟ اه يا دكتور. ولا البوكت اللي هتنقل لفوق؟ والله مش عارف. المفروض البديل الخليه تطلع فوق. لا لا، الخليه كان نوت موف، ما بتعرفش تتحرك خالص خالص. امال هتتنقل ازاي؟ هننقل البوكت على بعض. يعني ايه يعني البوكت هينقل ازاي؟ افهمك بالراحه. هو ايه اللي عامل البوكت ده؟ اللي عامله حاجه من سيتوبلازم الخليه. في جزء في سيتوبلازم الخليه زمان كنا بناخده في السيتولوجي حاجه اسمها مايكرو تيوبيولز ومايكرو فيلمنت، اللي هو السيتوسكيلتون بتاع الخليه. السيتوسكيلتون ده شويه فيلمنت ممكن تغير من شكل الخليه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده ممبرين اهو ماشي ستريت. ممكن عن طريق السيتوسكيلتون اعمل في قلب الممبرين ستريت ده حفر بالمنظر ده. عن طريق مين؟ عن طريق الاكتين والمايوسين فيلمنت او الاكتين فيلمنت والمايكرو تيوبيولز. فكون بوكت عن طريق السيتوسكيلتون. اه يعني انت عاوز تقول يا دكتور الخليه دي فيها ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون محترم عشان يعرف يكون البوكتس دي. وممكن افك البوكت دي، اه اشيل الاكتين والمايوسين فيلمنت هنا واخلي الممبرين يرجع يتفلت تاني. طب يا دكتور ده هتعمل هستفاد منه في ايه؟ هستفاد منه في حركه البوكتس دي يا دكتور وحركه السيلز.
يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا هنقل البوكت بالخليه بتاعتنا لفوق ازاي؟ عادي جدا. عارف فكره سلالم الكهرباء؟ يا دكتور عارفين سلالم الكهرباء. سلم الكهرباء بتاعنا لما بيجي يتحرك السلمه بتطلع، هل وانت واقف على السلمه بتتحرك ولا انت واقف مكانك والسلمه هي اللي بتتنقل؟ السلمه هي بتتنقل، هي نفس الفكره بالظبط. بحرك البوكت من مكان للتاني بالخليه اللي فيه، لكن السلم نفسها مش هتتحرك. حلو يا دكتور. طيب كده وصفنا الخليه باللايت مايكروسكوب. طب تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي الخليه دي شكلها عامل ازاي؟ لقينا ان الخليه دي تحت الالكترون مايكروسكوب اكنها بتصنع بروتين وتفرزه، واكنها بتصنع ليبيد هرمون وتفرزه، وفي نفس الوقت خليه فاجوسيتك. وبناء عليه الخليه دي هنلاقي فيها CR وSCR ميتوكوندريا وجولجي اباريتس، والهرمون اللي طالع البروتين بيبقى في فيزيكال اسمها سيكليتوري فيزيكال، والليبيد هرمون بيبقى طالع في صوره دروبلت وفاجوسيتك، يعني فيها لايزوسوم. كل دي مدنين الخليه مليانه عمرانه على اخرها. تمام. يبقى بالاي ام يا دكتور تحت الالكترون مايكروسكوب هلاقي الخليه دي بنش ان ار اي ار اس اي ار ميتوكوندري جولجي اباريتس، وفيها سيكريتري فيزيكال، وفيها سيلز سوري وفيها دروبلت، وفيها كمان ايه؟ لايزوسومز. كل دي اورجانيلز موجوده جوه. ايوه ان شاء الله. وما تنساش قبل كل دول اللي عامل البوكيت مين؟ السيتوسكيلتون. قبل كل ده فيها ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون اللي هو اكتين وميوسين فيلمنتس ومعاهم مايكروتوبيول. يعني انت عاوز تقول يا دكتور تحت الالكترون مايكروسكوب هنلاقي ايه في الخليه دي؟ هنلاقي فيها ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون مسؤول عن تكوين البوكتس اللي قاعد فيها خلايا سبرماتوجينيك سيلز. تاني حاجه يا دكتور هنلاقي فيها ار اي ار واس اي ار وميتوكوندريا وجولجي، والفات دروبلت سكريتوري جرانيولز. الاورجانيز دي بتاعت ايه؟ تصنيع البروتين سبستنس والليبيد سبستنس، وفيها لايزوسومز عشان الخليه دي فاجوسيتك سيل. حلو يا دكتور. طيب كده عرفنا التركيب باللايت وبالالكترون وعرفنا السايت. فاضل اخر حاجه يا دكتور الفانكشن. ايه الفانكشن بتاعت الخليه او الغده بتاعتنا او سوري الخليه بتاعتنا اللي اسمها السيرتوري سيل ديت، ايه وظيفتها في الحياه؟ لا ده لها وظائف كتير هنقولها ان شاء الله. بس قبل ما نقولها عاوزين بس نفهم حاجه صغيره يا دكتور. هي انا لما اتولدت او اي ولد فينا لما بيتولد بيبقى عنده في التستس بتاعته كل الخلايا دي، ولا في جزء منها ما بيبقاش موجود؟ والله مش عارف يا دكتور. العادي اي ولد بيتولد طبعا التستس فيها سيرتوري. نسبتها قد ايه في التستس بتاعت الولد؟ نسبتها حوالي 90%. طب ال 10% باقيين ايه؟ ال 10% الخلايا اللي تحت ده. مين الخلايا اللي تحت دي؟ دي السبرماتوجين سبرماتوجونيا. مين؟ السبرماتوجونيا. حلو يا دكتور. بعد السبرماتوجونيا في برايمري سبرماتوسايت سكندري سبرماتوسايت سبرماتين. دول موجودين؟ لا. امال بيظهروا امتى؟ عند البيوبرتي. يعني يا دكتور انت عاوز تقول ان كل الخلايا ديت مش كلها موجوده عند الناس الا ما يوصل لسن البيوبرتي يا دكتور. قبل البيوبرتي 90% سيرتوري وال10 الباقيين عباره عن سبرماتوجونيا. بقيه المراحل مش موجوده. مش بس كده، الخلايا ديت مش اكتف غير عند البيوبرتي. كذلك دي مين دي؟ الانترستيشال سيلز برضه مش اكتف غير عند البيوبرتي. عند البيوبرتي بيبدا الانترستيشال سيلز تطلع تستوستيرون، تبدا السيستولي سيلز تطلع افرازاتها، تبدا السبرماتوجونيا تنقسم وتدي الخلايا الباقيه دي. يعني يا دكتور انت عاوز تقول ان اي حد فينا مولود عنده دي اللي هي سيرتوري وعنده دي اللي هي السبرماتوجونيا، بقيه الخلايا دي بالنسبه له او بالنسبه للجسم يعرفها؟ لا. اول ما اتكونت يا دكتور بالنسبه للجسم، الجسم هيعتبر الخلايا ده هي فورن سيلز. يعني هيعمل ايه؟ هيكون انتي بوديز. بيعمل ايه؟ يكسرها. طب وده بيحصل عندنا؟ معقولة؟ ليه يا دكتور؟ لان اكيد ربنا بيحمي الخلايا دي عن طريق حاجز. الحاجز ده اسمه بلاد تيستس بارير. اسمه ايه؟ بلاد تيستس بارير. والبلاد تيستس بارير سؤال امتحانات مقدس. تمام؟ ليه يا دكتور؟ لان ده ارخم بارير عندك في المدى. حقيقي يعني ولا ليه اي لازمه، هو كلام هبل بس بيحبوه. ليه؟ عشان عارفين انكم مذاكروش. تمام؟ طيب البلاد تيستس بارير قبل ما اتكلم عليها يا دكتور انا عاوز بس افهم حاجه. انت قلت انا مولود بستولي ومولود بمين؟ بسبرماتوجونيا.
طب الخلايا الباقيه ديت، الخلايا الباقيه ديت ما كانتش موجوده، فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ جعل الخلية بتاعت سيرتولا ديت وطلع بروستيسس منها بالمنظر ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وارتبطوا مع بعض في النص هنا عن طريق تايت جونكشن، وبناء عليه مفيش اي حاجه ممكن تعدي للخلايا ديت نهائي من تحت، من هنا من تحت منين؟ من ده. مين ده يا دكتور؟ البلاد فيزل. البلاد فيزل نيفر نيفر اي حاجه توصل لفوق هنا للخلايا دي. يعني يا دكتور اكنك بالظبط بالظبط قسمت التستس بتاعتنا لتو كومبارتمنتس، جزء تحت، تحت مين؟ تحت البلاد تستس بارير سميناه بيزر كومبارتمنت، وجزء تاني باصص على اليومن هو الجزء اللي فيه بقيه السيلز سميناه اليومينال كومبارتمنت. مين اللي قسم التستس للجزئين دول؟ هو البلاد تستس بارير، خليه سبته اللي بتطلع بروسيس مع واحده تانية بتطلع بروسيس ويعملوا تايت جونكشن، فوقيهم في اليومينال كومبارتمنت، تحتيهم في البيزر كومبارتمنت. ايه المحتوى الوحيد اللي موجود في البيزر كومبارتمنت؟ سبرماتوجونيا، مفيش غيرها. طب بقيه السيلز بتاع السبرماتوجينيك سيلز موجوده فين؟ في اليومينال كومبارتمنت. طيب حلو يا دكتور كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. يعني البارير بتاعنا ما هو الا بروسيسز طالعه من او بوكيتس طالعه من السيرتولس كونكتد بالجزر عن طريق تايت جونكشن، هو ده البارير. حلو، طب ده بارير ما بين ايه وايه يا دكتور؟ ما بين اي حاجه موجوده في الفيزل هنا والخلايا بتاعه السبرماتوجينيك سيلز اللي موجوده في اليومينال كومبارتمنت. ناس تركز معايا يا دكتور، هو ليه البارير ده معمول؟ عشان نحمي الخلايا دي من اي انتيبود يتكون او يجي ناحيتها. تاني حاجه يا دكتور، الخلايا دي مش عاوزه نيوتريشن؟ عاوزه نيوتريشن طبعا. الخلايا دي عاوزه نيوتريشن؟ طبعا عاوزه نيوتريشن. السبتول عاوزه نيوتريشن؟ طبعا عاوزه نيوتريشن عن طريق البلوت فيزل ده اهو. البلوت فيزل هيعمل ايه؟ هيغذي مين؟ سبرماتوجونيا عارفها وتابعنا. هيغذي مين؟ سبتول عارفها وتابعنا. مش هيعرف يغذي مين؟ السبرماتوجينيك سيل. طب يا دكتور هيروح لها نيوتريشن ولا مش هيروح لها؟ طبعا هيروح لها عن طريق سيرتول. النيوتريشن يخش سيرتول والسيرتول تبدا تغذي فيهم واحد ورا الثاني، تمام؟ بس بشرط، مش بس كده يا دكتور، ده السيرتولي هي هتوصل نيوتريشن بس هتنظم الدنيا. يعني ايه يا دكتور هتنظم الدنيا؟ يعني ممكن يكون جاي في البلاد ده بكتيريا وويست بروكس وحاجات غبيه كده ممكن تضرني، تعمل فيها ايه؟ تكسرها. لو في بكتيريا جايه هتكسرها. ازاي يا دكتور ستوري هتكسر البكتيريا اللي جايه؟ عن طريق لايزوسومز. يعني اللايزوسومز دي من ضمن وظائفها انها تكسر اي فورم بودي جايه عدى الناحيه دي. طب لو في حاجه نيوتريشن مفيد، فيتامينز، حاجات مفيده هتوصلها. اذا الخليه بتاعتنا بتاعت ستوري اللي بيعجبها بتوصل واللي ما بيعجبهاش بتكسره وتطبعه بس. تمام كده؟ حلو يا دكتور. طيب ما تيجي يا دكتور كده نمشي في الفانكشن بتاع السيرتولي براها. ايه اول وظيفه وثاني وظيفه وثالث وظيفه ورابع وخامس وظيفه السيرتولي سيل؟ ايه ده هم خمس وظائف بس؟ هم خمسه بس يا دكتور، ده لنا 9 10 في الفسيولوجي واحنا هنصغرهم ونخليهم خمسه. اول وظيفه يا دكتور انها بتعمل، الناس تركز معايا، اول حاجه يا دكتور بتعمل، الناس تركز انا الله يكرمك، تعمل ترانسبورت للسبرماتوجينيك سيل او موفمنت اوف سبرماتوجينيك سيل، بتحرك سبرماتوجينيك سيل. هو المفروض يا دكتور ان الناس كانت تسالني سؤال اول ما اتكلمنا عن البارير، احنا مش احنا شرحنا تركيب البارير؟ قلنا انه بيفصل ما بين البيزر كومبارتمنت واليومينال كومبارتمنت. الفاصل ده هو البروسيسز اللي مربوطه عن طريق تايت جونكشن. الخلايا دي هتنقسم لسبرماتوجونيا وتدي ايه؟ برايمر سبرماتوسايت. لفوق ولا تحت البارير؟ فوق البارير. ازاي بقى؟ هيعدي ازاي بقى؟ مش عارف. هو احنا قلنا ايه اللي عامل البوكيت؟ السيتوسكيلتون. يعني يا دكتور ممكن 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 نعمل حركه بسيطه جدا جدا، مش ده بوكيت وده بوكيت؟ اه يا دكتور، هي هنا السبرماتوجونيا واتقسمت وادت خليتين، تحت منها في بوكيت؟ لا مفيش حاجة يا دكتور، الناس تركز معايا قوي. تحت منها أنا هعمل حاجة بسيطة خالص، هكون بوكيت جديد. هكون بروسيس جديد، والخلية اللي قصادها هتعمل بروسيس جديد. إيه ده يا دكتور؟ أنت عملت إيه؟ أنا عملت بلاد تيستس بارير جديد، مش هو المفروض هنا، بس ركز معايا. ده البلاد تيستس بارير، تحتيه مين ديت؟ تحتيه سبرماتوجونيا، صح؟
الميتوكوندريا انقسمت وادت برايمرز بالماتوسايت، المفروض تطلع فين؟ فوق، صح كده؟ ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ السيل ممبرين اللي تحتها ده اهو هيكون بروسيس كده، السيل ممبرين اللي تحتها ده اهو هيكون بروسيس كده، انا عملت ايه؟ نيو بارير. طب اللي فوق ده هنفك، بس بقى البارير هنا اهو يا دكتور. حلو يا دكتور، الخليه دي بقت فين؟ اللي انقسمت بقت فوق يا دكتور. بس يبقى انا كده نقلت ديت من تحت البارير لفوق البارير. وبعدين يا دكتور ديت هتحرك بنفس الطريقه، نكون بوك الجديد ونطلع بيها لفوق. انا يا دكتور مش فاهم ازاي ده يا دكتور، انت نزلت البارير بس الخلايا كلها طلعت فوق. لا مش كل الخلايا، انا قلت لك نفس فكره سلم كهربي. سلم الكهربي ده يا دكتور السلمه اللي انت واقف عليها بتتحرك، صح؟ هل لقيت السلم مره واحده طلع معاك كده يا دكتور؟ لا السلم بيتحرك، يعني الخطوه اهي السلمه دي طلعت فوق، يعني انت وانت واقف اهو يا دكتور السلمه دي طلعت هنا، صح؟ فالخليه اللي كانت واقفه اهو اللي هو انت نقلت هنا، بس هو ده اللي بيحصل بالظبط، نفس فكره السلم بالظبط. مش فاهمين صح؟ ما فهمناش حاجه يا دكتور، قول معايا. وانا ايه بنزل مش هنوصل للي بنوصل. بص 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 يا جماعه سيب كده كده من النص. بص 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 ده بارير اهو اتكون تحت منه مين؟ هو ده الجاكيت بتاعه اهوت، دي البروسيس اللي طالعه من خليه سيكتور، وده بروسيس طالع من خليه سيكتور. سيب اقف ساعدني تمام؟ ده البروسيس بتاعي وده البروسيس بتاعه تمام؟ الاثنين مع بعض يا دكتور عاملين البارير، تحت منهم في مين؟ سبرماتوجينيك سيلز يا دكتور. حلو، اتقسمت ود البرايمرز بالماتوسايد، انا عايز اعمل فيها ايه؟ اطلعها فوق، هروح جاي من اهو من تحت عامل بروسيس، وهو كمان هيعمل بروسيس نشبكهم في بعض، ونفوق كده بقت الخليه فين؟ فوق، بقيه الخليه تحت ما فيش ماليش دعوه بيها، يبقى انا يا دكتور كده عملت ايه؟ نيو بارير وخليت الخليه فوق، اتنقلت بس سلمه، هكون انا هنا بروسيس تحتها كبير عشان ارفعها سنه بس مش اكتر، ده كل اللي عملته. هل الخليه بتاعتنا سوري هل الخليه اتحرك فيها حاجه غير البروسيسس؟ بس هو اللي اتحرك معايا البروسيس، يعني انا عملت بارير جديد تحت الخليه اللي اتكونت، ما بقيش دعوه بالميتوكونيا اللي تحت على البيز، انا تحت اللي اتكون بس تحت اللي انكسر، هو ده اللي طلعته لفوق. مش فاهمين اي حاجه يا دكتور؟ هو لو كده هيبقى خلاص كده مفيش اكتر من كده، ما اعرفش اوضحها اكتر من كده الصراحه. طيب دكتور نعم ايوه انا عارف انت مستغرب ان هو ده الكلام ده موجود عندنا كبني ادمين. ايوه والله ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ده بالظبط، يعني انت عندك الحمد لله سلام كهرباء وابراج حمام وكل حاجه. عملت بارير تحت سبرماتوجونيا زي ما هي، بعد سبرماتوجونيا بتنقسم وتدي الخلايا فوق، فانا اللي كونت تحت. يا جماعه بص بصوا الناس تركز معايا، بص بص دي سبرماتوجونيا اهي انقسمت انقسمت وادت برايمري سبرماتوسايت اهي. الناس تركز معايا بس ثانيه واحده الله يكرمك. سبرماتوجونيا اهي انقسمت ودت السبرماتوسايد اللي فوق. البارير الجديد انا هكونه هنا مين زي ما هو في مكانه؟ السبرماتوجونيا انا كونته ما بين الخلايا اللي اتكونت جديد نتيجه الانقسام والخلايا بتاعت السبرماتوجونيا اللي كانت موجوده. مش فاهمين يا دكتور؟ يعني العاده يا دكتور ان البيزا كومبارتمنت في مين؟ السبرماتوجونيا هنا، ده البيزا كومبارتمنت. الخلايا بتاعت البرايمري سبرماتوسايد اول ما اتكونت كانت موجوده اهو يا جماعه. لما انا كونت بارير جديد حطيته هنا بقت دي فين؟ بقت فوق بس، لكن ده زي ما هو البيزا كومبارتمنت مش هيتقصر مش هيتغير. الحمد لله الحمد لله وبسلوك. طيب حلو يا دكتور، يبقى اول وظيفه اللي هو الموفمنت والترانسبورت بتاع الخلايا، ثاني وظيفه جيف نيوتريشن تو سبرماتوجينيك سيل. ازاي يا دكتور؟ قلنا النيوتريشن هيروح مين؟ دايركت لسبرماتوجونيا، وبعدين يروح لمين؟ ليه الخليه دي يا دكتور اللي اسمها سبتوري، والسبتوري اللي عاجبها بتعمل فيها ايه؟ بتوصله، واللي مش عاجبها بتكسره عن طريق اللايزوسوم. اذا جيف نيوتريشن تو السبرماتوجينيك سيل، ادي الوظيفه رقم اثنين. ثالث وظيفه يا دكتور بتعمل فاجوسيتوزس. فاجوسيتوزس لايه؟ لاي فورم بودي جاي عن طريق البلاد فيزل، وتعمل فاجوسيتوزس. فاجوسيتوزس لايه كمان يا دكتور؟ لاي ابنورمال سبيرم او اي ريسيدوال بودي. ايه بالراحه كده يا دكتور، انت قلت بتعمل فاجوسيتوزس للمواد اللي جايه من البلاد مفيش مشاكل. ابنورمال سبيرم يعني ايه؟ ساعات سبيرم بيطلع براسين بديلين وراشق فوق هنا في الانفولدنجز، ده ينفع يمشي؟ لا بناخده ندخله جوه ونعمله فاجوسيتوزس ونقطع عليه.
ساعات يا دكتور او مش ساعات دايما اي سبيرم اثناء مراحل التكوين بتاعته اللي هناخدها ان شاء الله الحصه الجايه هنعرف ان المفروض كان عندي خليه اسمها سبرماتيد عماله يحصل فيها تحور في الشكل لغايه ما توصل لشكل السبيرم النهائي. السبرماتيد دي عشان توصل للسبيرم اثناء التحور ده بيكون كيس. الكيس ده هيطلع فيه الفضلات اللي احنا مش عاوزينها من السبرماتيد. الكيس ده بنسميه السدوة البودرة. حلو يا دكتور. وبعدين بيفضل شابك في السبيرم لغايه ما يوصل لفين؟ لغايه ما يوصل للسطح بتاع السيرتولي سيل. لما يوصل لسطح السيرتولي سيل نلاقي ان الخليه هي يا دكتور وشابك فيها السدوة البودرة. الخليه بتاعتنا بتاعت سيرتولي بتعمل فاجوسايتوز للسدوة البودرة وتسيب بقيه السبيرم. تمام؟ حلو. يبقى من ضمن الفانكشن رقم 3 عندنا اللي هي الفاجوسايتوزيس. فاجوسايتوز لايه؟ لاي فورين سبستانس جايه من البلاد عندنا. فاجوسايتوز لايه كمان؟ للابنورمال سبيرم. فاجوسايتوز لايه كمان؟ للريسيدوال بودي بتاع السبيرم. كده عرفنا يا دكتور 3 فانكشن: ترانسبورت بتاع السبرماتوجينيك سيلز، ثاني حاجه نيوتريشن للسبرماتوجينيك سيل، ثالث حاجه فاجوسايتوز. الوظيفه الاهم على الاطلاق وظيفه رقم 4 طبعا اللي هي سيكريتوري فانكشن، واعتقد ان دي اللي اتشرحت في الفيسيولوجي بالتفصيل. السيكريتوري فانكشن هنعرف بقى يا دكتور ايه السيكريتوري فانكشن اللي هتطلع من او ايه السيكريشنز اللي هتطلع من السيرتولي سيل. السيرتولي سيلز بتاعتنا بتشتغل وانت لسه جنين، يعني انسايد او ديورنج امبريونيك لايف. السيرتولي سيلز بتشتغل بري بيوبرتي قبل ما توصل لمرحله البيوبرتي، وبتشتغل كمان بوست بيوبرتي. يعني يا دكتور هتشتغل طول العمر من اول ما كنت انت جنين عند الاسبوع الثامن للاسبوع التاسع. الخليه بتاعت سيرتولي هي المسؤوله انك توجه الجنين انتو ماسكولينايز دايركشن او الميل دايركشن، انه يبدا يكون جينيتاليا بتاعت الميل ويبدا يكون تيستس. ازاي يا دكتور؟ ان شاء الله هتاخدوا امبريولوجي في السبيشال امبريولوجي هيقولوا لكم ان انا عندي في 2 داكتس بيكونوا عندنا الميل والفيميل جينيتال تراكت. جميع الاجنه على مستوى الكره الارضيه عندهم غد او داكت اسمها وولفريان داكت والثانيه اسمها موليريان داكت. التو داكتس دول الموليريان بتدي الفيميل جينيتال تراكتس والوولفريان دي اللي بتدي. وتبدا سيرتولي سيل during the embryonic life secrete اول سبستانس اسمها موليريان انهبيتوري سبستانس. بتعمل ايه موليريان انهبيتوري سبستانس؟ تروح على الموليريان داكت وتعمل لها انهبيشن. احنا قلنا الموليريان دي بتعمل ايه؟ فيميل جينيتال سيستم. كده فيميل جينيتال سيستم وقف. وفي نفس الوقت ده يا دكتور بتكون الانترستيشال سيلز فايندنج بدات تتكون ويطلع تستوستيرون يحفز الولفيان داكت تكمل تكوين الميل جينيتال سيستم. اذا اول وظيفه سيرتولي سيل سيكريتوري في الامبريونيك لايف عند الاسبوع الثامن او التاسع بتطلع موليريان انهبيتنج سبستنس، تعمل انهبيشن للموليريان داكت فتمنع السكه الطبيعيه اللي المفروض بيمشي فيها انه يكون فيميل ويمشي في السكه الثانيه اللي هي تكوين الميل. تمام كده؟ حلو يا دكتور. ميتوزيس الميوز مكتوبه غلط. بتنهبت الميوزيس بتاع السبرماتوجينيك سيل، بتمنع السبرماتوجينيك سيلز انها تكون سبير. ما تنقسمش تقعد ساكته ما تعملش اي حاجه. عن طريق انها بتسكريت سبستانس تنهبت الشغل بتاع السيرتولي، تنهبت الشغل بتاع سوري انترستيشال سيلز، وتنهبت الشغل بتاع السبرماتوجينيك سيلز. حلو يا دكتور. ده بري بيوبرتال عشان يمنع حدوث عمليه البريكوشيس بيوبرتال. تعالى بقى الوظيفه الاهم بوست بيوبرتال. ايه الافرازات اللي هتطلع من السيرتولي تكون تستيكولار فلويد؟ فايدته ايه يا دكتور؟ يحرك السبيرم دي عشان يمشي مع الفلويد ده لغايه ما يوصل للإبيديمس. يعني انت يا دكتور عاوز تقول اول فانكشن بوست بيوبرتال هو الفلويد ده هدفه موفمنت اوف ذا سبيرم فروم التستس تو الابيديدنس. هناك في الابيديدنس بقى يبدا يتعلم الحركه بتاعته ونستغنى خلاص مش عاوزين التستيكولار فلويد ده، هيحصل له ابزوربشن هناك في قلب الابيديدنس. ثاني وظيفه يا دكتور بوست بيوبرتال بيسكريت الاي بي بي. ايه الاي بي بي ده يا دكتور؟ اندروجين بايندينج بروتين. بيعمل ايه الاندروجين بايندينج بروتين؟ بيساعد على تكوين السبيرم، بيساعد على السبرماتوجينيسيس. اظن انتوا عارفين المعلومه دي من الفسيولوجي ان لو دي خليه سبرماتوجون وعاوز اخليها تبدا تصنع سبيرم المفروض يا دكتور نحفزها انها تشتغل عن طريق هرمون اسمه تستوستيرون، صح؟ تستوستيرون المفروض ليه ريسبتورز يا دكتور موجوده على سطح
السبرماتوجوني يروح يمسك فيها الهرمون ده اللي انا رسمه زي الدايره ده اللي اسمه التستوستيرون. فلما يمسك في الريسبتور يبدا خليه السبرماتوجونيا تشتغل وتنقسم وتكون تمسك او تكون المراحل بتاعه السبام. الناس بقى تركز معايا، هل ده دايره دي تنفع تركب في الريسبتور ده؟ لا. ليه يا دكتور؟ مش شبه بعض، محتاجين حد يعرفهم على بعض. مين بقى اللي هيعرفهم على بعض؟ سيل تو سيل. ازاي؟ بيتكون مثلث كده. ايه المثلث ده؟ ده اللي هيشرح هنا ده. ماله بقى يا دكتور؟ المثلث ده هو الاندروجين بايندنج بروتين. الاندروجين بايندنج بروتين بيروح يمسك في مين؟ في التستوستيرون، يعملوا كومباينيشن، عشان كده انا سميته ايه؟ اندروجين بايندنج، لانه بيمشي في التستوستيرون. لما يتاخدوا مع بعض يروحوا يتزقوا على سطح الريسبتور ده، فيميل لي ايه يا دكتور؟ فيمسك لي هنا في الخليه بتاعت السبرماتوجينيك سيل، فتبدا تصنع الاسبام. طب يا دكتور، مين اللي خلى السيستول سيل تطلع اندروجين بايندنج جلوبيولين؟ هي بتطلع بمزاجها، تزامنتها طلعته من سنين فاتت. اللي خلاها تطلع ده هو الـ FSH. يعني انت عاوز تقول ان البيتيوتري طلعت FSH، راح لسيرتولي عشان تطلع الاندروجين بايندنج بروتين، وطلعت معاه مين تاني بيطلع FSH؟ مين؟ خسيت. انا قلت ال H؟ انا قلت ال H قبل كده؟ انا قلت لكم اسمه في الميل ال H؟ ايوه CSH. كان اسمه انترستيشال سيل ستيمولاتنج هرمون. ايوه نظبط كلامنا. طيب الاي سي اس اتش ده يا دكتور بيطلع يروح لمين؟ للخليه اللي بتطلع تستوستيرون، اللي هي مين؟ الانترستيشال سيلز، عشان تطلع مين؟ تستوستيرون. يعني انت عاوز تقول بيتيوتري هي المتحكم، تطلع اف اس اتش يروح لسيبتول تطلع اندروجين بايندنج جلوبين، وتطلع اي سي اس اتش يروح للانترستيشال سيلز تطلع تستوستيرون، يتحدوا مع بعض ويقفوا على سطح سبرماتوجينيك سيلز تبدا تصنع سبيل. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ تمام يا دكتور. يبقى من ضمن الفانكشن بتاعت سيبتولي انها بتسكريت اندروجين بايند جلوبولين اللي بيمسك في التستوستيرون، اندر كنترول اوف ويتش؟ انا هرمون تحت التقسيم الاف اس اتش هرمون. حلو يا دكتور. الهرمون رقم 3 غير الاندروجين بايند جلوبولين ساعات بيطلع هرمون اسمه انهيبين هرمون. ايه ده يا دكتور؟ بيعمل ايه ده؟ من اسمه بينهبت. بينهبت ايه؟ بينهبت اللي حصل ده. ايوه يا دكتور، هينهبت مين يعني؟ الاندروجين بايند جلوبولين ولا التستوستيرون ولا مين بالظبط؟ يروح ينهبت ده. يمنع الاف اس اتش. طب لما نمنع ده مين مش هيطلع؟ الاندروجين بايند. وبالتالي مين مش هيشتغل؟ سبرماتوجينيك. يبقى انا وقفت السبرماتوجينيس. طب ده يا دكتور بيطلع من الخليه دي ليه؟ ده بيطلع برضه في البري بيبرتال لايف عشان يمنع تكوين السبام. طب بص، بيبرتال ممكن يطلع في اوقات معينه بيخرج، ايه هي؟ مش مهم بالنسبه لي. تمام. الهرمون ده اللي اسمه انهيبين هرمون حاليا بيستخدم كدرج دوت. هنا في مصر بقى طبعا ما بتستخدموه. فين؟ في اوروبا. استخدموه ليه يا دكتور؟ كونتراسبشن، وسيله من وسائل الكونتراسبشن، وسيله مناعه حمل. مش في فيميل كونتراسبتيف ميثودز؟ فيميل بقى كونتراسبتيف ميثودز اللي هي انهيبين هرمون، بس طبعا مش عندنا هنا في مصر ولا في العالم العربي اكيد. ليه؟ لان هناك بره ممكن يقبلوه، لكن احنا عندنا ما بيبقاش حاجه زي دي. تمام؟ طيب انت لو رحت قلت الراجل هديك هيقول عليك مجنون اكيد. تمام؟ لكن بره عادي مفيش مشكله. طيب حلال ولا حرام؟ مش بغض النظر، مش موضوعنا دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى ده يا دكتور السكريشن او تالت حاجه هتطلع بوست بيوبيتال. كده خلصنا الافرازات. في الامبريو بيطلع ايه؟ لا انا عاوز الناس ترد عليا. في الامبريو بيطلع ايه؟ ملاريان انهبيتنج سبستانس. طب بري بيبرتال بينهبت ايه؟ الميتوزس او الميوزس سوري. طب بص، بيبرتال بيطلع فلويد اسمه تستيكولار فلويد عشان حركه السبيرم، وبيطلع بروتين اسمه اندروجين بايندنج بروتين عشان يمسك في التستوستيرون تحت تاثير هرمون اف اس اتش، وبيطلع هرمون ثالث اسمه انهبين بينهبت الاكشن بتاع الاف اس اتش. حد عنده مشكله كده؟ فاضل فانكشن يا دكتور اخيره. احنا الحمد لله كده خلصنا اربعه فانكشن. اول حاجه الموفمنت بتاع السبرماتوجينيك سيل والنيوتريشن والفاجوسيتك فانكشن والسكريتوري فانكشن. اخر حاجه انه بيكون البلاد تيستس بارير. يعني ايه بلاد تيستس بارير؟ ده بارير بتوين اي و اي. It is a barrier between
blood inside the capillaries and stages of formation of spermatogenic cell other than spermatogonium. أو barrier between the blood inside the capillaries and the humoral compartment. تمام؟ لو عايزين نختصر. هبدأ definition. تركيبه عبارة عن إيه؟ عبارة عن two processes من two adjacent Sertoli cells connected together عن طريق tight junction. قسم التستس into two compartment. basal compartment يحتوي على spermatogenic cell والhumoral compartment يحتوي على rest of spermatogenic cell. البيزل في سبرماتوجونيا والليومينال في الريست اوف سبرماتوجينيك سيل. هذا الاستراكشر. ايه الفانكشن بتاعه البلاد تيستس بارير؟ الفانكشن بتاعته انه يمنع ايه يا دكتور؟ اولا يعمل سيلكشن للنيوترينتس والفيتامينز والحاجات المفيده ويوصلها عن طريق ايه يا دكتور؟ ان الفلويدز دي مش هتعدي، لازم تغطي على سيرتولي سيل عشان ينقي الكويس يوصله والوحش يمنعه. كذلك بيمنع الاوتو اميون رياكشن. مش احنا قلنا لو الجسم شاف الخلايا دي هيعمل اوتو اميون رياكشن؟ اذا من ضمن الفانكشن انه بيدلند اي انتي بوديز ممكن تتكون او اي اوتو اميون رياكشن ممكن يحصل اجينست الايه؟ النيو ريفورمنتس بالماتوجينيك سيل. واخيرا بيحافظ على هاي كونسنتريشن من الاندروجين بايندنج بروتين في الليومينال كومبارتمنت، بيمنعه ينزل تحت. تحت فين يا دكتور؟ تحت في الانترستيشال تيشو. هو ممكن يهرب؟ هو بيحافظ على هاي كونسنتريشن للاندروجين بايندنج بروتين انسايد الليومينال كومبارتمنت. طيب يا دكتور كده خلصنا بلاد تيستس بارير، خلصنا الفانكشن بتاعت سيرتولي سيل. حد عنده اي سؤال؟ طيب حسيتنا بكره الساعه 9. 9 امتى بقى يا دكتور بالظبط؟ 9 بالسنه ليه يا دكتور؟ عشان لعبكه المواعيد انا هبدا 9 قبل 11 ونص هبقى مكروش في القاعه. ف ايه؟ عندكم ايه؟ عند الفسيولوجي 11؟ ما هكلمهم يا اخو نص ساعه. ما هو على حاجه الساعه 1. ما هخليه شاف؟ لا مش هو على حاجه الساعه 1. سلام عليكم.